بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه يا حبيبتي يا مصر ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس اهلا بكم اعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم والحلقه 814 من ملك وكتابه حلقة الخميس التي تأتي في إطار احتفالات الشرطة المصرية بعيد الشرطة كل سنة وحماة أمن مصر في الصحة وسعادة ومصر محمية بكل ولادها وجنودها إن شاء الله ويا حبيبتي يا مصر يا حبيبتي يا مصر ونحن نتذكر التضحيات والبطولات والأمجاد وال يعني والشهداء وهذه العظمة هناك من يلقي على الثوب الأبيض ببقع الحبر يعني 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 كيف هانت مصر على البعض كان ينبغي اولا انا المواضيع اللي انت هتثيرها النهارده انا مش متضايق بس من اللي عمله كلاتنبرج واللي نسب او سبب استقالته بسببها ولكن رده الفعل من مسؤول الرياضه هي اللي مضايقاني اكثر. عشان كده هذه الحلقه المهمه تلك ابرز عناوينها. مقالي وما قالوا بدايه مشرقه لعام أكثر إشراقا الغربال وأخرتها وبعظمة لسانه المونديال ذكريات وآمال الشموع الحمراء مصطفى بأمين وأسرار الملك عن سعيد جرمانو ومجلتنا اليوم ومن أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة اللي نتمنى إن شاء الله نقدر نناقشه مع حضراتكم لكن أنت كنت بتشير إلى ما تعانيه الساحة الرياضية يعني يا أستاذ إبراهيم معقولة ونحن بدل ما نتذكر ونسترجع البطولات وملحمة شهداءنا في مواجهة الارهاب البغيض وقصص كل قصه منهم تنفع سلسله افلام ونقعد نفخر كده ونعتز ونزهو في ناس تانية هينت عليهم سمعه هذا البلد في الرياضه للاسف في الرياضه يا استاذ ابراهيم اللي في العالم كله بيروح للرياضه عشان تبقى مصدر بهجه وفرحه تعال استعرض الاخبار خلال اليومين اللي فاتوا دول شوف حجم الإساءات وحجم البلاغات وحجم القضايا وحجم يعني المسؤولين اللي قدموا استقالتهم اعتراضا بأنفسهم معك. من هذا المناخ طب احنا مستنيين ايه يعني عشان نعمل نضبط هذا الأداء وندي يعني لأولادنا يعني مثل أعلى يقتضوا به أن الغلط هيحاسب وأن الصح نقتدي به ده كلام مهم جدا لكن خلونا نقول انه انتهى منذ قليل اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب واتخذ المجلس عددا من القرارات المهمه هنشوف الزميل العزيز الاستاذ شريف فؤاد في وهو يلقي قرارات مجلس الاداره بعد الاجتماع. هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام جمهور النادي الاهلي في كل مكان عبر شاشه قناه النادي الاهلي وحساباته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي نسعد بكم في دقائق يعني نعرض لمجموعه من قرارات مجلس اداره النادي الاهلي الذي التام اليوم في اجتماع مطول جدا بمقر النادي التاريخي بالجزيره برئاسه الكابتن محمود الخطيب وهو الاجتماع الاول في العام الجديد هذا الاجتماع تم بحث فيه العديد من الموضوعات في المقدمه منها ما يتعلق بشركه الاهلي لكره القدم. الحقيقه ان المجلس اعتمد اليوم بعد استعراض الرؤيه المقدمه من المهندس عدلي القيعي رئيس الشركه وعضوي الشركه عضوي المجلس المهندس خالد عبد القادر والاستاذ احمد حسام عوض الحقيقه اعتمد المسؤوليات والاختصاصات الخاصه بالشركه. وبمهامها ومسؤوليتها خلال الفترة القادمة اللي هيكون من أهمها مسؤولية الشركة عن توفير مصادر تمويل لاستمرار الأهلي في المنافسات الخاصة بكرة القدم وليبقى اسم الأهلي عاليا خفاقا كما كان حضراتكم عارفين هذه أصبحت صناعة مصاريف ضخمة تحتاج إلى يعني مصادر تمويل متنوعة للاستمرار في حصد البطولات ايضا من اهم هذه المسؤوليات والاختصاصات انه على الشركه اتخاذ ما يلزم بشان العقود التجاريه والتسويقيه وده هيتم بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب بصفته اولا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وبصفته ثانيا المفوض من مجلس الاداره بالاشراف على كل شؤون كره القدم. المجلس استعرض الهيكل التنظيمي للشركه اللي تقدم به مجلس الاداره برئاسه المهندس عدلي القيعي حيث وافق مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب على نقل الزملاء امير توفيق مريان ديمتري احمد الطوخي حنان الزيني للعمل في الهيكل الذي تم اعتماده. ايضا المجلس مجلس اداره النادي رخص للشركه ومجلس ادارتها باتخاذ ما يلزم نحو استخدام العلامات التجاريه التي قام النادي بتسجيلها بمكتب العلامات التجاريه مؤخرا والترخيص في استثمارها في كافه الامور التسويقيه والاستثماريه. على الشركه ايضا اعداد ومتابعه كل الامور المتعلقه بكره القدم من تاريخ موافقه مجلس اداره النادي الاهلي اللي هو اليوم الخميس 26 يناير، كل هذه الاختصاصات ستبدا الشركه في ممارستها وفي العمل عليها اعتبارا من تاريخ موافقه مجلس اداره النادي الاهلي اللي تم اليوم 26 يناير 2023. كمان سيتم تنفيذ مشروع التحول الرقمي لكرة القدم في إطار العقود التي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة النادي هذه جملة قرارات مش قرار واحد الحقيقة يتعلق بشركة الأهل لكرة القدم للهيكل الإداري والتنظيمي للرؤية اللي عرضها مجلس إدارة الشركة على مجلس إدارة النادي وتمت الموافقة عليها وصدور هذه القرارات اللي تحدثنا بشأنها القرار الثاني النهارده هو طبعا المجلس بالاجماع يعني طلب من الكابتن محمود الخطيب ان يتراس بعثه الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي التي تغادر الى المغرب في غضون يعني 48 ساعه ان شاء الله للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه للمره الثامنه في تاريخ النادي الاهلي في شهر فبراير المقبل كل الامنيات الطيبه للنادي ولفريق الاول لكره القدم بتحقيق مركز متقدم وأداء يليق باسم عظمة وتاريخ النادي الأهلي ومشاركاته أيضا المتعددة قبل ذلك الحقيقة من القرارات المهمة والأخيرة هو اعتماد التجديد لمعظم قيادات وإدارات النادي ربما نتوقف فقط أمام مديري الفروع اللي تم يعني التجديد لهم والاستمرار في اداء مهامهم وممارساتهم لخدمه اعضاء النادي الاهلي وخدمه الكيان استاذ خالد مرسي مديرا للنادي الاهلي بالجزيره المقر العميد محمود حزين مديرا لاهلي مدينه نصر العميد احمد النحاس مديرا لاهلي القاهره الجديده وتعيين العميد ناصر ابو زيد مديرا لاهلي الشيخ زايد كل الامنيات الطيبه للزملاء بالتوفيق وباستمرار النجاح ان شاء الله والسداد لكيان النادي الاهلي الكبير بشكر حضراتكم على حسن المتابعه ودامت مصر المظله الكبرى ودام النادي الاهلي في المقدمه. دي قرارات مجلس الاداره النهارده طب ما تخليني اقول لك مبروك الله يبارك فيك هذا التكليف الرسمي والتشكيل النهائي اللي حضرتك قدمته للمجلس هو طبعا احنا خلال الفتره الماضيه مم. كان بيتم بعض الامور اولا آه. نقل اختصاصات الشركه القديمه مم. الى الشركه الجديده من خلال القديمه اللي هي تكليف ش... اللي اللي الاولاني اللي كان التشكيل برئاسه الاستاذ ياسين منصور ايوه ايوه في اجراء مع هيئه الاستثمار كان لازم يتم وبعدين اجراء من خلال النادي كان لازم يتم وبعدين اجراء مع البنوك كان لازم يتم باعتماد توقيعات جديده وفي خلال الوقت ده احنا كنا مش قاعدين ايدنا على خدنا عملنا يمكن حوالي 12 او 15 اجتماع م. عشان نجهز التصور واستراتيجيه العمل والهيكله والحوكمه اللي هنشتغل بيها والاختصاصات اللي محتاجها الشركه علشان تقدر تؤدي عملها والحقيقه كان اجتماع يعني احنا من الساعه واحدة استاذ ابراهيم من جيت من النادي على هنا على طول آه يعني ف ف اجتمعنا مع الساعه ثلاثة دخلنا مع المجلس خرجنا حوالي الساعه 6 ويعني بعد ان ناقشنا المجلس في كافه التفاصيل وكان اللي لازم الناس تفهمه ان الشركه ليست عضوا منفصلا عن النادي وان مم. فلسفه انشاء الشركات من اليوم الاول منذ كانت الاداره لما كنت انا موجود كانت تجهز ان النادي الاهلي يمتلك شركات تمتلك حقوق يتنازل عنها النادي الاهلي لهذه الشركات عشان تعمل وتبقى روافد وازرع للنادي الاهلي ولكن ليست شركات مستقله بالمره عن النادي الاهلي. مم. فكان هذا المعنى محتاج توصيف وتدقيق وصلاحيات وكمان عشان يبقى كلنا نفهم ان احنا بنشتغل تحت عباءه واحده ما احناش كيانات بتتنافس وانما نحن ازرع تتعاون كل منها يشد على الاخر وباذن الله يكون الخير فيما هو قادم عندنا رؤيه وربنا يسهل وربنا وفقنا فيها نقدر نعتبر من النهارده احنا بقينا مسؤولين عن الجاي في الرعايه وفي الحاجات الاقتصاديه وفي الحاجات الاخرى الاستراتيجيه وفي طريقه كشف المواهب، طريقه التعامل ازاي تنقل النادي الاهلي الى اليات العمل الدوليه والعالميه وطبقا لاعراف وتقاليد الاتحاد الدولي يعني هنحاول نعمل نموذج كعاده الاهلي لما بيعمل حاجه بيبقى حط البايلوت او النموذج اللي الناس تقدر تاخده وتطبق عليه، احنا ما عندناش مرجعيه، احنا بنخلق النموذج اللي الناس تتاسى بيه، والحقيقه وجدنا كل التفاهم والعون من رئيس واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، هم وجدوا كل التفاهم من جانبنا على دور الشركه وعلاقتها بالنادي الاهلي، وتم الاطمئنان على ان ده هيؤدي هذه الرؤيه القريبه والمتلاحمه هتؤدي الى تناغم وتعاون وليس صراع في اي لحظه من اللحظات <applause> طيب يعني الشركه اسست من الاساس او شركات الكوره شركات النادي عموما الشركات أيوة. المساهمه وفقا للائحه النظام الاساسي اللي اشار انه خطوه من ضمن الخطوات حتى لو كانت بعيده ان تطرح اسهمها في البورصه هل ده متاح في المدى القريب ولا البعيد أه متوقف اصل البورصه بتتعامل مع كيانات تحقق ارباح. مم. فتقدر تقول للمساهمين اتفضلوا اشتروا. انما احنا متواصلين ايضا في هذا الاتجاه عشان مم. نعرف ما هو المطلوب مننا عشان في لحظه ما عندما نطرح الاسهم يبقى في اقبال عليها تبقى بالقيمه التي تضيف الى النادي الاهلي. وايضا على ان يحتفظ النادي الاهلي بالنسبه الحاكمه وما خليناهاش هنا آه 51% مم. كما يقول العرف. ولكن خليناه 65% للنادي الاهلي وسوف يطرح فقط عندما يحين الحين 35% الى المساهمين. وهنا نقدر نقول ان النادي الاهلي سوف يتمتع بالقوه الحقيقيه والسيطره الحقيقيه على شركاته وعلى ادواته ونطمن الناس على مستقبل ان النادي الاهلي لن يباع زي ما بيقول الكابتن خطيب. ده كلام مهم جدا فيما يخص بقى العلاقه بين الـ الـ الشركه وجهاز الكوره ولجنه التخطيط ايه العلاقه؟ العلاقه هتبقى من خلال المفوض من مجلس إدارة اللي هو كابتن محمود الخطيب. ايوه الشركه هتعمل في اليات التنفيذ اليات رسم السياسات م -م. اليات تعظيم الايرادات اليات تنفيذ التكليفات ولكن كله من منظور الجانب الفني الذي يراه النادي الأهلي يعني مش الشركة هتقول مشوا مين وجيبوا مين و... إنما حت... إذا اتقال مين يجي ومين يمشي هيبقى بإذن الله بمعاونة كاملة من الشركة تبقى جاهزة بال... بالآليات وبالبيانات وبالاتصالات وبالترشيحات اللي ما تحطناش في موقف إن إحنا فوجئنا أبدا بإذن الله والأسماء المطروحة للتعاون في الشركة أسماء لها خبراتها سواء الاحتراف خارج مصر او التجارب الدوليه لها ومتواصلين جدا مع نماذج من الانديه اصحاب الشركات ويمكن اقرب نموذج لما يريده النادي الاهلي ولجأ اليه هو البايرن بايرن ميونخ لان مثلا برشلونه اللي بيملك الشركه اعضاء النادي مه. بس مفيش مم. جماهير مفيش طرح رجال الاعمال آه لا البايرن اقرب حاجه آه لينا يعني او احنا خدنا النموذج ده لقيناه هو اللي يناسبنا اكتر هو كتير بيشوفوا ان الاهلي بايرن الشرق يعني ان شاء الله آه. وكل اللي عايز اقوله ان عليك السعي مم. ولازم الناس تفهم ان احنا ملناش مرجعيه نستند اليها النادي الاهلي هيبقى مرجعيه الاخرين مم. من خلال النموذج الذي يخلقه <applause> فالتجربة هتحتاج لتطور وتطوير، وإذا كان في حاجة هنا هنكملها إلى أن يستقر الأمر وتبقى المسألة واضحة جدًا، ويبقى كل واحد عارف دوره بالظبط ويقدر يؤديه على أكمل وجه الكوادر اللي أضيفت ما شاء الله عليها بخبرات متنوعة جدًا حاولنا بقدر الإمكان نستفيد من كل الكوادر أصحاب الخبرات والاتصالات اللي في النادي الأهلي <applause> عشان سببين خلاص الناس دي عرفت سلو بلدنا أيه. عرفت سياساتنا عرفت الكتالوج بتاع النادي الآلي اتنين عشان ما نكبتش النادي الآلي ازدواجيه في الرواتب والانفاق وثلاثه عشان نبتدي من حيث انتهوا ونطور عليه بمفهوم الشركه بقى وبصلاحيات اكثر مرونه واسرع وخفه في الحركه فهتجد اسماء كثيره من اللي اشتغلت هتشتغل بامكانيات جديده بمتابعة فنية على أعلى مستوى وبإذن الله هنشهد تطور من هؤلاء وكأنهم خبرات حيكتشفوا أنفسهم بإذن الله بشكل أفضل من خلال الإمكانات المتاحة طيب على ذكر برضو عدم تحميل ميزانية النادي أو مليات النادي أعباء كل العناصر دي عناصر وظيفية في الهيكل الوظيفة عناصر تعمل هو في منطقة عارف انت سباق التتابع يا استاذ ابراهيم م. اللي هو بتجري في حته كده في عشرين متر بالظبط فيها العصايه آه. ما بتبقاش الانطلاق في العشرين متر دول باقصى سرعه والا مش هتعرف تستلم أي. لكنها مهمه جدا اذا وقعت منك العصايه يبقى انت ماشي غلط ما تتحسبش النتائج م. فاحنا بنستلم بالآليه دي دلوقتي عشان نجري م. باذن الله ونسبق الوقت وهي دي المساحه اللي بنقول نقل الصلاحيات ها هيشهد بعض بعض المناطق الرماديه لحد ما يستقر الاداء ونبقى نقول دي الشركه هتعمل دي النادي هيواجه بده مجلس اداره الشركه اللي هو المهندس عادل القيعي رئيسا والاستاذ خالد عبد القادر والاستاذ احمد حسام عوض خالد عبد القادر نائب الرئيس احمد حسام عوض قد يبدو الامر يعني تقول ده انتوا ثلاثه ومقررا ولكن هو مرشح الامر لاضافه عندما يحتاج العمل الى اضافه وخصوصا اذا كان هناك مساهمين هو هو مين الجمعيه العموميه بتاعتنا دلوقتي؟ بعض الشركات النادي نفسها ايوه يمكن في المستقبل يبقى في طرح لاضافه عضوين او اكثر يعني مجلس الاداره ده متطوع اه طبعا متطوع هو ما لا يتقاضى شيء ده نقطة مهمة جدا يعني عشان تبقى المسألة واضحة للناس انه مجلس الإدارة برئاسة المهندس عادل القيعي والأستاذ خالد عبد القادر نائبا للرئيس والأستاذ أحمد حسام عوض عضوا ده مجلس إدارة متطوع لا يتقاضى راتبا بقيت هيكل الشركة هيكل وظيفي في الأسامي اللي انتوا حضراتكم كلها سمعتوها ودول كلهم كوادر وظيفية في النادي فده عمل مضاف ليهم هدفه برضو ان تقليص الكلفه وعدم تحميل ميزانيه النادي اكثر من خبرات والاستفاده موجود. من خبرات متنوعه كلهم في مجال لكن محتاجه اليه جديده للاسراع في العمل أه. محتاجه لتعاون أكتر هيبقوا كلهم في كيان واحد قريب من بعضه في علاقات دايما في الشركات يا استاذ ابراهيم علاقات راسيه وعلاقات عرضيه وانا اعول على العلاقات العرضيه اكثر من العلاقات الراسيه راسيه يعني انت ريبورتنج او بتقدم تقريرك لرئاستك أمم لكن اللي بينجح حقيقة قوة العلاقات العرضية الإدارة دي تساعد الإدارة دي إزاي عندي إدارة للستيستيك والإحصاء والمعلومات أنا عايز لعيب ممكن أكلفها تجيب لي كل المعلومات عن اللعيب ده <applause> هذه <هادي> علاقات عرضية <applause> لما إحنا نبقى في قوة جنب بعض وفي شركة الكلام ده تعمل في لحظات أي. لو إحنا موجودين في متباعدين ممكن ياخد أيام وأحيانا أسابيع <applause> فالفكره اسراع العمل والفكره ان كل واحد يستفيد من اتصالاته وخبراته عايز اقول لك انا لازم من هنا يعني طبعا بعد شكر مجلس الاداره على الثقه وعلى الجلسه المثمره اللي كانت فيها الحقيقه مناقشه في ادق التفاصيل لانه كوادر المجلس ما شاء الله عليهم يعني وانما الاستاذ خالد عبد القادر اه ده ماله ده, ده كدر من الكدر النادره في مصر صحيح وافكاره هتؤدي الى دعم هائل في الاستفاده من التكنولوجيا الجديد اللي ما حدش فاهمه قد ما الراجل ده فاهمه رقمنه الاهلي آه ككل لا والاستفاده من هذا آه انه يجيب لك فلوس اه طبعا الطرح اللي طرح على المجلس النهارده كان اكثر من رائع و و ونال اعجاب المجلس ونال تقديرهم احمد حسام عضو عوض الفتره اللي اشتغلها في اللجنه الثلاثيه في كره الاتحاد المصري في الكوره اكسبته الكثير من الخبرات ومهدت لكثير من العلاقات الاقليميه والدوليه قدرنا نحسها طيب. لما عايزين حاجه بيعمل اتصال في دقيقه بيكون موجود مم. انا متفائل بشكر زمايلي تعبوا جدا الفتره فاتت على حسابه وقتهم واعمالهم وهم رجال اعمال نابهين الاثنين صحيح. صحيح. لكن لم يبخلوا باي وقت وهو كده النادي الاهلي اللي يستغرقك فتدي له عمرك وأولويتك. ده كلام مهم جدا ومبروك ل آه قبل ما نقول مبروك لتكوين الشركه كله بهذا بهذه النوعيات المميزه الحقيقه في الاضافات النوعيه لكن مبروك لاعضاء النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي ان انت بتحط لبنه في هذا البناء المهم جدا عشان ترسخ قيمه العمل المؤسسي مفيش اهم من كره القدم في النادي الاهلي كرة القدم هي المنشط الرئيسي والعنوان البارز في النادي الاهلي تاريخيا وهي اللي قامت عليها شعبية النادي الاهلي واللي دايما وابدا هي اللي بتساهم في فرحة جماهير النادي الاهلي علشان كده المعول على الشركة وعلى كل القائمين عليها في الفترة اللي جاية كتيرة جدا جدا وانا اوعدكم ان انا هبذل كل ما في وسعي ان انا منكم على الاهلي من خلال المهندس هنقول ما تخافش على انا اقول لكم اهو منكم ليه ماليش دعوة ان شاء الله يمكن ساعات حطوا بالحمايه منه ومن حضراتكم يعني <applause> كل الخير ان شاء الله بص كان بيتهمني دايما ان انا رحت انا هو كاس العالم في كل مره وبيتهمني ان انا لما جت على روسيا سبت ورحت لوحدي الحياه دي اول سفريه هنسافرها سوا ان شاء الله تعالى يوم السبت للمغرب بس في خطين مختلفين مش مسافرين ملك وكتابه لا الباشا رئيس شركة الأهلي لكرة القدم وأنا مسافر للمجلة لكن إن شاء الله تعالى نسعد بهذه المشاركة المهمة جدا والقياسية للأهلي مجلس الإدارة قرر اليوم تعيين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رئيسا لبعثة الأهلي إلى المغرب البعثة هتسافر إن شاء الله تعالى الساعة الخامسة مساء السبت وهيكون الفريق يتمرن حد واثنين وثلاث استعدادا للقاء أوكلاند سيتي يوم الأربع بإذن الله تعالى ده يمكن ابرز ما في القرارات المهمه النهارده يمكن سريعا جدا ضمن الاخبار الطارئه رجال طايره الآلي فازوا على بتروجيت والشباب والرياضه على ذكر القضايا العامه بتاكد انه فيما يتعلق بالنادي الاسماعيلي سيتم الانتهاء من عمل لجنه التسليم والتسلم والاعلان عن اللجنه اللي هتدير النادي الاسماعيلي مؤقتا لحين انتخاب مجلس اداره بنتمنى للنادي الاسماعيلي كل استقرار ان شاء الله، ده ابرز الواحد ما الواحد يا استاذ ابراهيم الحقيقه فيما يتعلق باي نادي شعبي بيشعر بالم شديد جدا ان 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 يدرك ان هناك معاناه لان هي ليها علاقه بسعاده جماهير في منطقه ما. فما بالك بالاسماعيلي اللي له تاريخ عريق في كره القدم يعني. لعل من بواعث التفاؤل لقلعة الدراويش انه الكابتن علي ابو جريشة فاكهة الكرة المصرية ونجم الاسماعيلي الابرز في تاريخه واحد من نجوم الكرة الحقيقة الافاضل للمحترمين واصحاب الخبرات العالية واضح انه اسمه بارز في التشكيل الجديد اللي هيعلن عنه لقيادة النادي الاسماعيلي كابتن علي ابو جريشة يا بخت اي مكان بيه صحيح لما كان في وادي دجلة انت لما تشوف حجم النجوم البارزين والمواهب اللي طلعوا من وادي دجله وتوزعوا الانديه هتجدهم المع النجوم صحيح كان تحت اشراف ومسؤوليه الكابتن علي ابو لمسه علي ابو لمسه الرؤيه ولمسه ال... وباذن الله الاسماعيلي يستفيد من وجود هذا الكادر العظيم شأنه شان, شأن كثير من ابناء الاسماعيلي لكن علي ابو تحديدا انا عندي ناحيته يعني ضعف خاص عشان كده الحقيقه على ابو جريشه الراجل الكابتن علي يعني في كتير من نجوم الإسماعيل القدامى لما عرضت عليهم المهمه اعتذروا وابوا ان يحملوها لكن حملها الكابتن علي ابو جريشه في ظرف صعب جدا نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله مع بقيه المجلس اللي هيتم تشكيله وعايز اقول لكم انه من السنه اللي قبل اللي فاتت لو تتذكروا كابتن علي ابو جريشه لما جه للنادي الاهلي كابتن خطيب قال له اي لاعب في النادي الاهلي يا كابتن علي انت تتواصل معاه اي اتفاق احنا موافقين بدون اي مقابل للنادي فقط اسهاما للنادي الاسماعيلي الاهلي بياخد مواقف اللي زي كده في مسانده هذه الانديه الشعبيه المحترمه بدون مزايدات وبدون ادعاءات وبدون اساءات وبدون اي كلام وبدون حتى من على الاسماعيلي لان الاسماعيلي نادي كبير وله جمهوره الاهلي لا يمن عليه لكنه ده كان تقدير من الكابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي للنادي الاسماعيلي في هذا الظرف وايضا تقديرا للكابتن علي ابو جريشه للناس ما تعرفوش ربما كابتن علي ابو جريشه عضو في تشكيل مؤسسه الاهلي المجتمعيه يعني مؤسسه الاهلي المجتمعيه اللي ليها ادوار خيريه في المجتمع وخدمه المجتمع كابتن علي ابو جريشه فيها والكابتن البطل الاوليمبي محمد رشوان عضو فيها اذا هناك تلاقي كبير جدا بين الكابتن علي والكابتن الخطيب وكل اسره النادي الاهلي هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل اهلا بحضراتكم الجديد وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي بيتطور بهذه القاعده المؤسسيه الجميله. الاهلي يا جماعه احنا كنا بنقول انه مش مجرد نادي، لا احنا النهارده بنتكلم في اربع انديه، بنتكلم في شركات كبيره، بنتكلم في كيان مؤسسي منضبط جدا في خلايا العمل وفي الشرايين اللي بتربط كل المقرات مع بعضها واجنده النشاط الرياضي مع الشركات المتخصصه عشان فعلا ما تخافش على الاهلي طالما الاهلي عنده هذه القدره على النمو والتطور، لكن تبقى ضربه البدايه. مقالي ومقاله بدايه مشرقه لعام اكثر اشراقا ان شاء الله تعالى. الحقيقه يناير تقدروا تقولوا شهر الانتصارات الأهلوية الكبيره. في مختلف اللعبات. يمكن الجماعي منها والفردي في يناير وصل بطل الاسكواش المصري العالمي مصطفى عسل لصداره تصنيف لاعبي الاسكواش في العالم وده كان انجاز كبير جدا تشوفه من خلاله الاسهام الكبير اللي بيحققه النادي الاهلي للرياضه المصريه مصطفى عسل يتبوأ صداره التصنيف الاول في ابطال الاسكواش ونتمنى بالمناسبه انه كل الجهود تتلاقى لحل مشكلته مع اتحاد الاسكواش ومع رابطه اللاعبين المحترفين واي مشكله مصارة نتمنى ان وزاره الشباب يكون لها دور فاعل مع الاتحاد هو ومع اسرته ومع كل الاطراف لاحتواء هذه الازمه يعني الازم انا عايز اعرف هو لاعب صاعد بسرعه الصاروخ طبيعي ان يبقى عنده حماس جارف ويبقى اسرته سعيده بيه وفرحانه ايه الفكره ان نقعد نعمل مشاكل واحتكيكات وتلاكيك آه لواحد في بدايه حياته <applause> يعني ايه الفكره الصعوبات اللي يبدا بيها واحد زي ده وبعدين هو قال جمله مهمه جدا قال انا عايز العب باسم مصر ما فيش شيء يغريني العب بره مصر مش عايزين نفضل نضغط على الناس لحد ما, ما بعد كده نندهش انها ليه بتمشي آه مصطفى واخوه موهوبين ولما يكون عيله مطلعه اتنين زي دول وراهم اسره مؤكد عمل التضحيات يا استاذ مريم جامده اسره بطله لا عمل التضحيات طبعًا. فالاب لما بيبقى والام عاملين هذه التضحيات بيدوا لنفسهم بعض الحق اللي الناس بتستكتروا عليهم إنه قاعدين بيشجعوا بطريقه معينه يبقى ينفعل طبيعي انفعالات طبيعيه ما بيهنوش حد ما بيعملوش حاجه يعني انما نقعد بقى ان زي ما بيحصل مع كابتن سعد الحفيظ كده الحكام اكتر ما بتبص في الملعب بتبص على الدكه مم. عشان تشوفوا قام كده تجري عليه تربص تجري عليه مم. ايه ده احنا في ايه يعني يعني الحقيقه عايزين الدنيا تهدى شويه خصوصا آه اللي معاه القرار اللي معاه القرار انت القوي ما تروحش في الهيفه وتتصدر وتسيب الكبيره صحيح تسيب الكبيره وتسيب الصغيره بس الصغيره الحقيقه بطله مش صغيره ابدا ده النجمه الذهبيه آه هنا جوده أنا بقول لكم إسهام الآلي في الألعاب الفردية إسهام على المستوى الدولي. إحنا بنتكلم على المستوى الأول. هنا جودة معجزة تنس الطاولة في العالم. بتصل وبتحافظ خلال هذا الشهر على صدارة تصنيف ناشئات تنس الطاولة حول العالم. في من مرحلة. فبصوا بصوا الإنجاز ماشي لفين والمستوى طبعًا دينا مشرف بطلة افريقيا وعندها تصنيف عالمي كبير على مستوى البنات الكبار. دينا وخدرامة. اه طبعا. وخالد عصر نفس الحكايه حقق انجاز كبير جدا. عمرو عصر. عمرو عصر وصلوا هذا الـ 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 الانجاز الكبير خلال هذا الشهر. دي في الالعاب الفرديه او ابرز ما في الالعاب الفرديه في يناير لكن في الالعاب الجماعيه في كره القدم انا بقول لكم ده ما شاء الله عام اكثر اشراقا. الأهل الذي يتاهب للسفر لكاس العالم للمره الثامنه في رقم كبير جدا لم يسبقه اليه الا منافسه في المباراه الاولى اوكلاند سيتي النيوزيلندي ان شاء الله تعالى يوم اول فبراير لكن الاهلي له رقم قياسي انه النادي الاكثر مشاركه في عدد المباريات في بطوله العالم فبصوا انتوا بتتكلم على انا بكلمكم على أستاذ مستوى عالمي انا بس عايز اقول حاجه آه. هو مستوى المنافسه من اللي من خلالها يذهب الاهلي الى كأس العالم للانديه ومستوى المنافسه التي يذهب من خلالها اوكلاند الى الاوقيانوس الاوقيانوس لما تقار... تقارنها ب... ب... بافريقيا ب اللي غرب افريقيا ووسط افريقيا وجنوب افريقيا وشمال افريقيا يعني آآ كل منطقه من دول أخ... اقوى من الاوقيانوس كلها الاوقيانوس هات لي كم لعيب يذكرهم العالم اه تعال شوف انت في افريقيا معظم المواهب على الساحه الكرويه العالميه من افريقيا دلوقتي صحيح, صحيح. ولهذا انتصارات الاهلي لها لها قيمه عاليه جدا لانها من ظل منافسات في 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 كره ومواهب ويعني على راي يعني المواهب في افريقيا ترمي البذره تطلع 100 شجره صحيح آه الاهلي بيختتم شهر يناير بالمشاركه في بطوله العالم او بالسفر لبطوله العالم وتصدر بطوله الدوري المحلي ب 11 نقطه عن حامل اللقب بصوا حجم الفارق او الانجاز اللي, أنا اللي ينا راوي ده قوي بلاش الطريقه دي لا هو هو الزمالك حامل اللقب معلش بس مين اللي وراه؟ فيوتشر بس كده لكنه انا بكلمك أنا على فروقات حمل اللقب لانه كمان ديربي حامل اللقب مع الاهلي الزمالك والاهلي في يناير ايضا شهدت تفوق كبير جدا للنادي الاهلي وفوز مستحق باداء رائع للاهلي على الزمالك 3-0 ده كان آه انجاز من انجازات يناير واهم انجاز قبل النتائج آه. كمان استاذ ابراهيم الاطمئنان على العناصر الجديده اللي دخلت النادي الاهلي وعلى عوده نجوم تقال كاد ان يخرجوا بره حسابات آه فنيه كثيره اه عوده آه كهرباء عوده محمد شريف عوده حسين الشحات عوده هاني عوده هاني <applause> أه الدفع بمروان عطيه أه مروان خالد وخالد عبد الفتاح وبدايه ظهور كريستو وبعدين إن شاء الله شفاء شفاء بقى باذن الله بيرسي تاو اضافه هجوميه صحيح آه ايضا شفاء محمد عبد المنعم اضافه مم دفاعيه ياسر آه آه ياسر ابراهيم كمان آه ياسر ابراهيم مم فانت اول مره تشعر انك باذن الله متفائل ان الفريق يذهب ويكاد يكون مكتمل الصفوف ما عدا الاصابات الجسيمه بتاعت مم. الصليبي ربنا اكرم وكريم اكرم وكريم ويهيئ يا رب الشفاء العاجل، اتنين كانوا بادين ولا اروع صحيح يعني كانوا بيتنافسوا مين افضل لاعب في, في الفتره اللي كانوا فيها يعني اذا هو يناير اللي شهد هذه الافراح الاهلاويه المتوهجه سواء في مباراه القمه او في التاهب للسفر لبطوله العالم او في عوده كل هؤلاء النجوم اللي الحقيقه كان البعض يظن ان الصدأ قد طالهم لكنه اديكم شايفين شريف وهو بيفخر بالهدف ال50 يجيب كمان عليه ال51 يعني بيجيب ال50 وال51 فيتالق شريف وكهربا في افضل حالاتهم كذلك الهدف كذلك حمدي فتحي ديانجو حمد فتحي ديانج والسولية وطبعا تألق التقليدي لعلي معلول والمجهود اللي 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 يعني لا ينكره احد لاحمد عبد القادر صحيح وان كان الناس تطالبه ببعض التطوير الجماعي قياسا على موهبته إن انما يبدو. اه طبعا انما يبدو ان هو احيانا قد يكون مطلوب ان الواحد يلعب على الخط ويرأس بس ينوع بعض الشيء طيب فرحه الكره ايضا لم يكن رجال الطايره بعيد عنها رجال الكره الطايره فازوا على الزمالك في هذا الشهر ايضا 3-1 ووصل الفريق الماسترز صداره بطوله الدوري بتفوق كبير حتى الان فوز رجال سله الاهلي على الزمالك 92 64 في دور السوبر ووصل الاهلي في كرة السلة رجال الحياة انتصاراته المدوية هذا الشهر سواء على النادي الاتحاد السكندري أو على كل المنافسين في دور السوبر عشان يتصدر الأهلي هذا الدوري بطلات السلة كمان حققنا فوزا كبيرا على نادي الزمالك بنتيجة قياسية لم تسبق في تاريخ لقاءات الفريقين، الأهلي بيهزم الزمالك في يناير 122 52، شايفين فارق النقاط يعني 70 نقطة بالظبط فارق نقاط الأهلي عن الزمالك في دوري كرة السلة بنات. دي كانت يمكن الإطلالة إطلالة الحصاد في يناير. علشان تشي بانه فعلا اشراقه لا مهمه بنات جدا بنات كره السله استاذ ابراهيم يعني اكثر اشراقه فازوا على المنافس التقليدي نادي سبورتنج اكثر من مره وكسبوا البطوله وبيتصدروا وماتشاتهم الحقيقه بتشوف مستوى ما تصدقش ان في مستوى كره سله من الفرقتين بنات في مصر بالشكل ده م -م. ده كان كلام مهم جدا سواء في الالعاب الجماعيه او في الالعاب الفرديه لكن المهندس عادل اشار في البدايه على يا حبيبتي يا مصر يا حبيبتي يا مصر الحقيقه لانه مصر الغاليه ما تستحقش كتير من الكلام اللي هتشوفوه في فقره مهمه في الغربال واخرتها واخرتها اه والله واخرتها بجد يعني مصر ما تستحقش ابدا انه تيجي في عناوين سلبيه قاتله ومسيئه ومشينه في كبريات الصحف البريطانيه للاسف شوفوا مصر اللي بتبذل كل جهودها شوفوا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي لو انتوا شفتوا حرصه على مكارم الاخلاق وحرصوا على المجتمع الخلوق الرياضي السليم محدش ابدا يقبل انه مصر اللي بتحاول صورتها الخارجيه تكون في القيمه الحضاريه بتاعتها لكن هتقول ايه قضيه كلاتنبرج قضيه كاشفه وكاسفه وللاسف فاضحه هنجلب كتير من التفاصيل لكن لا ينفصل عنها ابدا نفس الهم ونفس الغم ونفس التطور المؤلم اللي حصل في لجنه الانضباط. لجنه الانضباط في الاتحاد المصري لكره القدم تلقت شكاوى. تلقت شكاوى من نادي الزمالك ضد لاعب النادي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا، وتلقت ايضا شكاوى من النادي الاهلي ضد ما صدر من رئيس نادي الزمالك بشان او ضد النادي الاهلي، وايضا شكوى من الكابتن عماد متعب ضد نفس المشكو في حق او منه. الحقيقة لجنة بدأت عملها برئاسة المستشار محمد عبد صالح واستدعت الكابتن محمود عبد منعم كهربا اللي مثل أمامها للتحقيق وكان بصحبته الأستاذ محمد عثمان المحامي المستشار القانوني للنادي الأهلي ودفع كهربا عن نفسه ضد كل ما ألصق به أو أسند إليه أعلنت أنباء من اتحاد الكرة أنه رئيس نادي الزمالك سوف يستدعى للتحقيق في مصادر منه ضد النادي الاهلي ورموزه وقياداته في جلسه تحقيق قيل انها الاحد القادم واذ فجاه يتعرض رئيس اللجنه لانتقادات عنيفه جدا وصفها رئيس اللجنه نفسه المستشار محمد عبد صالح انها حملت كثيرا من التجاوز دفعت رئيس اللجنه للاعلان عن الاعتذار عن عدم الاستمرار مش بس كده لا اقرا آه. اللجنه اللجنه طلعت هذا البيان عصر اليوم اعلنت لجنه الانضباط عن تقديم استقالتها من منصبها في الاتحاد المصري واصدرت بيانا جاء فيه على الرغم مما شهدته البلاد اللي بيتكلم ده قامه قانونيه قضائيه كبيره معالي المستشار محمد عبد صالح على الرغم مما شهدته البلاد من تطور وانجازات في جميع المجالات خلال الفتره الاخيره شهد بها القاصي والداني الا ان المنظومه الرياضيه لم تواكب هذا التقدم. حط خط اه وشهدت من بعض القائمين عليها ترديا في القيم والاخلاق تردي وهو مناخ لا يصلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه في حيدة وتجرد. بعيدا عن أي انتماء رياضي وتطبيقا لل... للوائح الاتحاد المصري والدولي لذلك قررت اللجنة بكامل أعضائها الاعتذار عن عملها التطوعي دون مقابل مادي للاتحاد المصري لكرة القدم اعتبارا من اليوم وتحتفظ اللجنة بكافة حقوقها القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت ضدها آخر جملة دي جملة ذات معنى انها شعرت انها مش بمنة عن التجاوزات هي نفسها أيوة اللي الناس بتلجأ لها ايوه ودي هيئه قضائيه موقره لا يمكن الاقتراب منها مم ده انت لو لو انت رحت محكمه مثلا واتكلمت بصوت عالي ولا اتكلمت بدون اذن ولا ممكن المحكمه توجه لك تهمه ازدراء المحكمه ودي تهمه تسجن بسببها ايوه فان يحدث تتعرض هي نفسها اللجنة هو انت لما ما, ما تيجي تكتب لها شكوى تعرف تحفظها ولا تستدعي اطرافها مهما كانوا وهنا قيمه القانون ان الله ينظر الى القامات القانون ينظر الى المواطن وتكافل وتكافؤ الحقوق نظره واحده انك انت باعت شكوى في فلان تعال قول لي اقوالك فيما نسب اليك فتتعالى على المحكمه وتنال منها ده امر ما بنشوفهوش ومش عارفين يرشي على ايه ده لان الجمله الاخيره دي ليها معنى تحتفظ اللجنه بكافه حقوقها القانونيه تجاه التجاوزات التي صدرت ضدها لاح بمنأى لاح بمنأى عن هذه التجاوزات في حقه والى متى و... واخرتها وآخرتها الحقيقه يعني تأوه وتنهد اتنين من نجوم القناه الناقله للدوري، اتنين من نجوم الإعلام زميل الكابتن أحمد شوبير والزميل ابراهيم فايق، الاتنين غردوا بعد اصدار لجنه الانضباط لهذا البيان غرد أحمد شوبير تقريبا بألم شديد وبيقول لم يتبقى إلا تحديد موعد العزاء العزاء في مين في الكره المصريه طبعا لم يتبقى الا تحديد موعد العزاء اللي حاصل ده كتير جدا ابراهيم فايق قال هو رخر في تويتر الوضع الرياضي اقرب منه للانفجار قبل اي وقت مضى كم من العبث والهزل لا مثيل له احباط ياس لا شيء في الوسط الرياضي يتغير الا للاسوأ ايوه ما دي المشكله. يعني كاس العالم وكلنا امل ان يمكن يمكن الناس تغير. يعني هو كلاتنبرج بيرجم يجي يقول انا اشتكيت لاتحاد الكوره قالوا لي يا اخي ما تكبرش الامور، ما انت ماشي امن وتتحرك امن، هو اشتكى لك من امن البلد؟ ده بيقول لك ان واحد شتمني. وفي حد بيبعت لي رسائل تهديد. ما قالش ان الوضع غير امن. بتدول انت الموضوع في اتجاه اخر خالص. طيب الحقيقه الاتحاد المصري لكره القدم بدر هو آخر برفض استقاله اللجنه وبعد اتصالات جرت بين مسؤولي الاتحاد والمستشار محمد عبد صالح رئيس اللجنه لجنه الانضباط اصدر الاتحاد هذا البيان يؤكد الاتحاد المصري لكره القدم اعتزازه وتقديره واحترامه للجنه الانضباط بكامل هيئتها الموقره والتي تمثل نخبة من قامات قضاة مصر، كما يثمن دورها الكبير في ترسيخ العدالة والالتزام داخل منظومة كرة القدم المصرية. ويشيد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويشدد المجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تمسكه باستمرار اللجنة في عملها، واستقلالها التام كلجنة منتخبة من الجمعية العمومية، ولها كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات القانونية دون تدخل من الاتحاد ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد على ضرورة تحلي جميع عناصر منظومة الكرة المصرية بالروح الرياضية والالتزام بضبط النفس لا سيما وأن المجلس بصدد الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل تغليظ العقوبات المنصوصة عليها في لائحة لجنة الانضباط الحالية ووضع ضوابط صارمة منعا للخروج عن النص وكذلك تفعيل لجنة القيم والأخلاق بيقول اتحاد الكرة كمان في بيانه دون تدخل من الاتحاد وفقا للائحة النظام الأساسي بهدف تهيئة المناخ الرياضي الصحي في منظومة كرة القدم المصرية وتنسيقا مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لفرض الانضباط المنشود من الجميع وهذا يتوافق مع ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من تعديلات في قانون الرياضة تنسيقا مع مجلس النواب المصري لتحقيق الهدف المنشود من الانضباط نحو كرة قدم أكثر أخلاقا بلا تعصب. ده بيان اتحاد الكورة. أنا الكرة. أنا بس عايز أناقش البيان. اتفضل. الجزء الأولاني بيشيد باللجنة الموقرة وبيرفض استقالتها. هو هو أنت اللجنة الموقرة دي كانت موضع تجديد ثقة؟ هو هي اللجنه بتقول لك حق يا اخي في اسباب قول تعرض لاسباب الاستقاله انما بتقول احنا متمسكين بيها وبنشيد بيها وهو اللجنه مش مش هي مش هي بيت القصيد انما استقالتها هي بيت القصيد يعني انت اللجنه بتجدد لها وبتشدد عليها وترفض استقالتها جميل ارفض الاستقاله مع طمأنة اللجنه انه نهات. ان الاتحاد لن يعني يقف مكتوف الايدي اذا ما يتعرض له عناصر لعبه وبالذات هيئاتكم الموقره من انتقادات ونحن بصدد كذا وكذا وكذا ده البيان اللي يطلع مش ان احنا بنشيد بيكو شيد بيا ايه هو انا كنت محل طعم لا انا بقول لك انا ما ينفعش اشتغل في المناخ ده طمني ان المناخ ده انت ناوي تغيره جاي بعد كده قال آآ آآ عايزين جمعية عموميه عشان نغلظ العقوبات وكأنك طبقت ما هو قائم من عقوبات بالفعل وشايفها مش كفايه، انت طبقت حاجه؟ انت ما انت جبت حد اديته لفت نظر حتى يعني عشان تقول عايزين نغلظ العقوبات عشان تعمل بيها ايه؟ طب طبق الموجود ولو لقيته ما جابش نتيجه اطلب تغليظ العقوبه. يعني يا جماعه هذا نوع من كسب الوقت وشغل المط اللي مالوش معنى لا تواجه المشكله بشكل حقيقي ما تزعلوش مننا احنا مش قصدنا لا نهاجم ولا ننتقد بس عايزين نروح للب الموضوع مباشره انما كده دي عامله زي برضو بيان الوزاره لما جه ايام وليد العطار اه طلع ان الراجل غلطان بس الوزاره بتهيب بكل بتوصي ما ولا توصي ولا تناشد <applause> ولا تهيب خد اجراء صحيح يعني عايز جهة ما تاخد إجراء. مم. إنما تيجي تقول عايزين نغلظ، أنت ما بتطبقش اللي موجود اللي هو حد أدنى ها؟ أه؟ لا يطبق يا أستاذ ولا بيطبق بيطبق على مين بقى؟ مم. على العناصر اللي ضامنين إنما ما تعملش قلق آل. اللعيبة والمدربين اللعيب والمدرب واللي, واللي, واللي يتكلم له كلمتين وعارفين إن هو يعني آه ما خلاص يجي في السكة وضحية وخلاص. مم. إنما الناس اللي هي فعلا بتؤذي العمل الرياضي ورموزه ما بيجي ناحيتها محدش بيجي ناحيتها فعايزين نشوف بس حاجه كده بتقول ايه؟ يا ريته مثلا يقول ايه؟ وجاري التحقيق في هذا الامر. مم. ماشي ونشوف او الشكوى لجهات الاختصاص المعنيه بالتصدي وليكن مثلا آه الأداء الإعلامي ما هو على منابر إعلامية تجاوزات اللي هي كلاتنبرج نفس قضية كلاتنبرج م. أما قالوا أنت بتمشي آمن في الشوارع أيوه هو ما اشتكاش إنه إنه مهدد في الشوارع أبداً قضية كلاتنبرج يا جماعة هو هو مبدئيا خلينا نقول قبل ما نطلع من قضية الإنضباط هو دلوقتي خلاص أخرتها إنه لا يجب أن يبقى أحد فوق الحساب محدش ينفع يكون يبقى في المنظومة الرياضية على رأسه ريشة وسيادة القانون يجب أن تفرض على الجميع ولو عايزين نتطور وعايزين نتقدم وعايزين نتحرك من النقطة اللي احنا زي ما بيقول إبراهيم فايق من سيء إلى أسوأ نحترم القانون ونطبقه على الجميع لكن معلش طبعا ما هو قائم إبراهيم الأول معلش محدش يرضخ ولا يضعف ولا يجبن قدام أي صوت عالي اي حد يخرج على النظام وعلى القانون يجب ان يحاسب، مسطره الحساب يجب ان تكون واحده. مش هينفع ابدا تعاقب لاعب وتسيب مسؤول. ومش هينفع ابدا تعاقب نادي وتسيب نادي. النادي الاهلي لو عنده حد خرج على الاطار السليم والروح الرياضيه والسلوك الرياضي يجب ان يعاقب. بس كمان النادي الاهلي لا يساء اليه ويترك من يسيء اليه. حاسب الكل. الوزير لازم أن يحاسب اللجنة الأولمبية لازم أن تتدخل اتحاد الكرة اللي سايبينه في ملقف كده عمال يتحدف ومش لاقي من لجنة اللجنة لا في لجنة أولمبية وفي وزارة للشباب والرياضة هي دي الجهات العليا المسؤولة ومحدش يقول لي أن القانون لا يسمح ونستنى لما نعدل القانون لا القانون الحالي اللي موجود يسمح والسيد وزير الشباب والرياضة وضع اللايحة اللي اللي المالية الموحدة علشان يسترد سلطة للحكم على الهيئات او للتدخل في شؤون الهيئات والانديه والاتحادات واللجنه الاولمبيه للحفاظ على الحقوق العامه ومصلحه البلد اهم مصلحه من من مصلحه البلد احترام القانون واحترام الاخلاق ومساندة الدوله المصريه في تعزيز فعلا دوله مكارم الاخلاق لكن يفضل ده كلام المشكله أصدر يفضل أصدر في الرياضه ده كلام 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 كذب وقت لكن المشكله يا استاذ ابراهيم انه اصبح العالم حولنا ينظر الينا كاننا نموذج مختلف في الرياضه وفي كره القدم تحديدا ما النموذج ده على مستوى العالم <applause> النموذج بتاعنا ده مش موجود على مستوى العالم ليه مش موجود لانه بمجرد ما يبان حد على هذا النسق بيحاسب احنا هنا يعني بنستمر ونتعود على الخطا لدرجه ما بقيناش نحس بغضاضه تجاهه إذن ما هو هو اصلا زي ما الاتحاد الكوره قال لجنه الانضباط منتخبه من الجمعيه العموميه إذن هي ليها سلطه شرعيه ولا غطاء دولي لانه تشكيل لجنه للانضباط او وجود لجنه للانضباط في منظومه العمل في اتحاد الكرة ده موصى بها ومصمم عليها الاتحاد الدولي كان فليها مظله دوليه وليها سند من الواقع وليها شرعيه جمعيه عموميه خلاص اذا فعلا المستشار محمد عبد صالح والساده القضاء الافاضل اعضاء اللجنه رجعوا واستانفوا عملهم خلاص زي ما الاتحاد قال ان هم بيشتغلوا كلجنه مستقله ليها كل السلطه وليها كل الاختصاص في ان تفعل ما تريد وتحاسب اللي يحاسبه بس يا ريت كمان لا يشعر الوسط الرياضي بجد كفايه كده انه في حد بره الحساب كل واحد يغلط ايا كان هو مين هو ليه الناس متصوره ان في حد يجب أن يمنح حصانة ما. يعني لو المهندس عادلي أشار لموضوع مارك كلاتنبرج أنا مش هعرض لكم صور الصحف الأوروبية البريطانية بالخصوص لأن الحقيقة مسيئة جدا ومشينا في حق بلدنا. إنك تلاقي في ذا صن والديلي ميل والديلي ميرور والبي بي سي وتيتو سبورت الإيطالية كل وطبعا للاسف كتير من الصحف العربيه ووكالات الانباء نقلت عن الصحف البريطانيه الكبيره مصر جايه في العناوين وفي العناوين انه الراجل الانجليزي الحكم الدولي السابق الانجليزي مارك كلاتنبرج اضطر للفرار من مصر ليه؟ لانه لم يشعر بالامان تلقى تهديدات واساءات بعد ان وصف سلوكه بالمثليه وانه تزوج زميل صديقا له في القاهره وقالوا انه تعرض لهذه الاساءات من نادي ما ورئيسه وتم تحديده في كبريات الصحف البريطانيه وفي صور. تم تحديد ده وتحطت الصور لشخص. إلى, الى اي مدى يمكن ان نرتكب جريمه السكوت على ده على هذه الافعال اللي ذكرها مارك كلاتنبرج في كل الصحف البريطانيه واللي خلت احمد شوبير يقول لك لم يبقى إلا واجب تلقي العزاء ويقول ابراهيم فايق انه للاسف احنا رايحين لحاله انفجار في الرياضه وانه الموضوع بيتطور من السيء الى الأسوأ اللي عمله مارك كلاتنبرج كان شيء قاتل جدا في حق مصر. تسمح يا ابراهيم؟ اتفضل. <applause> كلاتنبرج انزعج من اتهامه بالمثليه. الجرايد في انجلترا اكبر دعاه لحقوق المثليين انزعجت تخيل دي بلد شايفه ان دي مش جريمه المثليه مش جريمه وانزعجوا من هذا الاتهام احنا كمجتمع هو هو لم يصبر على استاذ ابراهيم عشان أه تعرف انا قصدي ايه ها. يعني ما عشان تحكم انا قصدي ايه م. فما بالك واحنا المجتمع المتحفظ المحافظ اللي يعني مش منزعج لهذه الاتهامات. يعني احنا قضينا في كاس العالم ناس بتدفع في حقوق المثليين، لكن لما طالعهم الاتهام بهذه التهمه انزعجوا منها واحنا مش عارفين ننزعج منها يا ده اللي انا عايز اقوله. يا جماعه يا جماعه ما ما ما, ما, ما نس ما نتعودش على الخطا لدرجه ان عينينا ما بقتش تشوفه. طيب كان الضغط على كلاتنبرج هو قالوا لاتحاد الكوره في اجتماعه الاخير معاهم وسمعوا منه وقال لهم بيقولوا له الانديه بتشتكي قال لهم نادي واحد الشكوى من نادي واحد انا بتعرض لسب وشتم و و و و ومحدش بيجيب لي حقي اشتكى من ده بشكل واضح في اجتماعه معاهم ولدرجه انه غضب وبالمناسبه الاجتماع كان فيه الاستاذ جمال علام والنائب احمد دياب وتشكيل الرابطه وتشكيل مجلس اداره الاتحاد. كلاتنبرج اشتكى من كل حاجه من رسائل بتجيله على موبايله من سباب واتهامات وتهديد الى اساءات بتطال ذمته واخلاقه. طب لدرجه ان الراجل بعد اذنك الراجل قال بنتي في لندن منزعجه جدا وبتقول لي هو انت سبت ماما عشان بتتجوز واحد صاحبك في مصر؟ انتم متخيلين يا جماعه حجم اللي احنا بنرتكبه في حق في حق واحد متعاقد مع الاتحاد المصري لكره القدم عشان يطلع تتكلم كل الصحف البريطانيه علينا ويتكلم راديو مونت كارلو انا كلمتكم على الصحف البريطانيه وعلى الصحف الايطاليه كمان حتى راديو مونت كارلو في فرنسا اكدت اذاعه راديو مونت كارلو الفرنسيه ان كلاتنبرج تم التوجيه اتهامات اخلاقيه اليه في مصر واجبر على مغادرة البلاد. احنا شايفين حجم الجريمه اللي بنرتكبها في حق بلدنا؟ روسيا اليوم بقول لكم للاسف روسيا اليوم قالت اتهام رئيس لجنة الحكام في مصر بعلاقه شاذه جنسيا ومطالب بتدخل عاجل. وقالت ان ازمه كبيره اثيرت في مصر خلال الساعات الماضيه. بعد رحيل الانجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام الرئيسيه بالاتحاد المصري لكره القدم عن منصبه بالاتحاد وطلب المحامي المصري المعروف خالد ابو بكر بتدخل عاجل من رئيس مجلس الوزراء ونواب البرلمان في هذا الموضوع مشيرا الى ان هذا الامر يمثل خطوره كبيره على سمعه مصر الرياضيه او الدوليه في الرياضه ده كتب كتبه فعلا او غرد به الاستاذ خالد ابو بكر بيطالب السيد رئيس الوزراء بالتدخل ده محكم دولي اه يعني إنه عايش إنه بره اكتر ما عايش في مصر انه شايف ان الامور لا خرجت عن الـ الـ الاطار بقول لكم الصحف بقى العين الاماراتيه برضو بتشير الى نفس الموضوع جريده الوطن المصريه مؤتمر عالمي لكلاتنبرغ للكشف عن اسباب استقالته من لجنه الحكام يعني الراجل ما اكتفاش بالاخبار والتقارير اللي لا فقالت جريده الوطن انه ازمه كلاتنبرج مع اتحاد الكره لم تنتهي بعد اذ قرر الخبير التحكيم الانجليزي كسر صمته الذي التزم به منذ رحيله عن مهمته كرئيس لجنه الحكام ويتجه او يعتزم اقامه مؤتمر صحفي للحديث عن اسباب خروجه من اتحاد الكره بعد سلسله طويله من الازمات التي قادته للتقدم باستقالته من مهمه رئاسه لجنه الحكام في الجبلايه وهو ما اشار اليه وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكره بالتاكيد على ان الخبير الانجليزي قرر الرحيل دون اخبار اي شخص مسؤول داخل اتحاد الكره بحجه تعرضه للتهديدات لا هي مش بحجه هي الحياه هو الرجل اشتكى لكم وقال لكم الموبايل بتاعي هو عليه الرسائل اللي بتجيني ما بادر من الاتحاد باتخاذ خطوات جاده لتطمين الراجل او تهدئته او اشعاره بالامان اكتفينا نقول انه هو مقيم في احد الفنادق الكبيره في ألف غرفه فيها اجانب وك... وكانه ده كفايه عليه هو الراجل ما كانش بيتكلم على امن البلد ولا امن مصر بيتكلم على تعرضه هو الشخصي لكل هذه التهديدات والمضايقات وحدد حدد مصدر كل حاجه لكن احدا للاسف لم يتحرك تحرك الزميل هاني حتحوت واجرى اتصال مع آه، كلاتنبرج هنشوف هاني حتحوت في هذا الفيديو بيتحدث مع كلاتنبرج عن ظروف مشيه احنا تواصلنا مع كلاتنبرج فكانت اجاباته حازم امام يعرف كل تفاصيل عقدي مع اتحاد الكره ولا اعرف لماذا لم يتحرك اتفقنا على عدم منح راتب من 19 نوفمبر الى 18 ديسمبر وعدت الى مصر بالفعل يوم 13 ديسمبر خلال فتره كاس العالم عملت لمصر بشكل يومي وانا هناك في قطر رغم ان المتوقع وقت عمل التعاقد كان عدم وجود مباريات للدوري خلال المونديال عقدي لا يتضمن اساسا ضروره وجودي في مصر بشكل دائم لكن بعد توقيع العقود تغير كل شيء قال ارسلت لوليد العطار خطه العمل وسياسه مواقع التواصل الاجتماعي ولوائح التحكيم لكنه لم يرد قلت له بعت امتى قال يوم 18 يناير طيب قال انه دي مش مشاكلي الوحيده لكن تعييناتي للحكام تم تغييرها قلت له ليه؟ قال عليكم انتم ان تسالوا عن السبب. طيب بسؤاله هل سيدفع الشرط الجزائي؟ قال هم وروك العقد قلت له انا بسالك قال لي ولا هم بس بيتكلموا وخلاص؟ قلت له طب العقد بيقول ايه؟ قال لي اسالهم عن بنود تعاقدي. اتكلمت معاه على تصريحات رئيس نادي الزمالك فقال <applause> سالتهم عن اساءات رئيس الزمالك لي في اجتماعي مع اتحاد الكره قالوا لي نصا لن نستطيع ان نفعل شيئا. سالته على رايه في الحكام بعد فتره خمس شهور اشتغل فيهم هنا في مصر مع الحكام المصريين قال لي انتم في مصر تمتلكون عددا من الحكام الجيدين وعددا من الحكام الخائفين. والحقيقه النقطه الاخيره دي نقطه مهمة قوي يعني نقطة لازم نحطها في اعتبارنا يعني بالله عليكم في ايه أكتر من اللي اتقال ده؟ هنا حتحوت مش محسوب للاهل أبدا عشان تبقى الدنيا واضحة لكنه بيتكلم نقلا عن كل اللي قاله له الراجل إن أنا اشتكيت للاتحاد على اللي بتعرض له قال له لن نستطيع فعل أي شيء اتحاد الكورة ليه ما يقدرش يعمل أي حاجة؟ وزاره الشباب والرياضه اللي ما تقدرش تعمل اي حاجه اللجنه الاولمبيه اللي ما تقدرش تعمل اي حاجه ضد اي حد يخرج عن النظام يعني ما تقدرش <applause> يعني نفسنا بس الاتحاد يقول للراجل زي ما نقل عنه هاني حتحوت مش هنقدر نعمل حاجه يعني عايز اتصور يعني لو حد اخر مشي في هذا الخط هيتحاسب ولا مش هيتحاسب؟ هي دي الخطوره هيتحاسب ولا لا؟ اه طبعا هيتحاسب طبعا هيتحاسب يا استاذ ابراهيم طبعا هي دي بقى الـ الـ الازمه وهي دي المشكله وهي دي الحقيقه لانه الراجل فضل يتكلم ويتعرض كتير جدا للاساءات ومحدش كان بيتحرك. وكابتن كابتن حازم امام هو الراجل قال لك كابتن حازم يعرف كل حاجه. كلمه مش هنعرف نعمل لك حاجه دي غريبه جدا مم. غريبه جدا وبعدين يعني تجربته تتمخض في تقييم التحكيم مم. مجموعه جيده ومجموعه خايفه. قال لك عندكم عدد من الحكام الجيدين وعدد من الحكام الخايفين. الخايفين يعني ما بيحكموش بالصح. اه. ما هو آه. خايف يعني ايه؟ اه طبعا. يعني مش بي... مش مش بيحكم اللي هو شايفه عشان خايف. في اي عداله تتحقق واي بطولات نزه بها. م -م. طيب هنا اتحاد الكوره الجديد بتاعه انه اخدوا قرار انه لا هنجيب خبير اجنبي. وحسنا لو فعلوا. لانه فعلا اللي كان واضح انه على الأقل بالنسبة للنادي الأهلي. أنت النادي الأهلي الحكام بتدي له حقه وبتاخد منه حق المنافس. بشكل واضح وصريح، حتى لو كان في أخطاء بتحصل النادي الأهلي كان أخطاؤه أو حقوقه بتضيع لما الراجل كان بيحلل وده واضح إن هي دي فئة الحكام الخايفين. كان لما بيحلل المباريات كلها معظم الحالات اللي ركز عليها كانت كلها تخص حقوق مهدرة للنادي الأهلي الكل شافها كل الناس شافتها والحكام كانوا بيشوفوها وكان بيكلمهم عليها لكن هتتكلم في ايه انت النهاردة عند الاسبوع ال15 من الدوري راح لك لاتنبرج قبل نهاية الدور الاول بثلاث اسابيع النتيجة انه النادي الاهلي في صدارة الدوري ب 37 نقطة. فارق ست نقاط عن أقرب منافسيه فيوتشر. في فيوتشر 31 آه بيراميدز الثالث آه 30 آه أيضا المقاولين العرب 27 ونادي الزمالك 26 الخامس. ده ترتيب الجدول عند رحيل كلاتنبرج. على فكره الجدول ده مهم جدا ولو الزملاء كانوا جاهزين كان الجدول ده لازم يطلع جدول الدوري عند رحيل كلاتنبرج لانه المرحله اللي جايه الله اعلم ايه اللي فيها الله اعلم ايه اللي هيحصل لكن من المهم جدا انه يكون ده ترتيب انديه الدوري عند الاسبوع ال15 بين قوسين مع رحيل كلاتنبرج باعتبار ان دي التجربه الاولى في الكره المصريه اللي يدير لجنه الحكام خبير اجنبي لا يعرف احمر ولا ابيض ولا اصفر ومش هيجامل حد وكان بيصحح بي 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 لاي حد بيغلط يغلط لاي حد يغلط للاهل يغلط للزمالك يغلط للمحلة لاي نادي الراجل كان بيسجل رايه مباراه بمباراه لغايه طبعا ما تم الجامه والضغط عليه وطرده الضغط عليه إذا تهدد صراحة من جمال عبد الحميد حنمشيك 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 وتكررت في أكتر من برنامج وفي أكتر من مناسبة يعني هتمشينا هتمشينا يعني هتعمل إيه عشان تمشيني اللي بيحكيه بقى الخطة اللي اتعملت عشان يمشي كلاتنبرغ وأنا مش قادر أفهم فين في العالم يقدر إعلامي أو لاعب سابق يهدد مسؤول التحكيم الاول في عن عن التحكيم يقول له هنمشيك هنمشيك فين في العالم دون ان يحاسب دون ان يحاسب يعني اتحاد الكره ما نراش وقال له انت ايه اللي بتعمله ده ازاي تقول كده ويملك ان يحاسبه اه بس يسجع يجري يملك إيه؟ ان يحاسبه على للاسف لائحه الانضباط اللي بيتكلموا عليها تنص على محاسبه اي عضو مجلس اداره ده من حقك تحاسب مشجع لو في مشجع مطلع بطاقه الفان اي دي كمشجع معتمد وارتكب اي سلوك من حق لجنه الانضباط تعاقبه مش و... بتعاقب رئيس نادي ولا عضو مجلس اداره بس تعاقب اي إيه؟ اعلام يعمل في المجال هنشتمكم عشان ده بقول الحكام انتوا من ايه من شويه عيال في على السوشيال ميديا بيرموكوا بالطوب وبيشتموكوا احنا كمان هنشتمكم طب هسمعك الكابتن جمال عبد الحميد واحنا هنمشيه إحنا كزملكاوية هنمشيه، ليه يمشي مم. أولاً للحكومة بقى ده بيكلف الدولة عملة صعبة اللي إحنا مش لاقيينها دلوقتي واللي إحنا محتاجينها دلوقتي علشان دي عملة صعبة، عملة صعبة تدفع لواحد قاعد بره عمال ياخد مننا فلوس ويقول دولة بس، دول الطيبين وهات اللي في, اللي في جيبهم كلهم، طبع. مش إحنا المصريين الطيبين، لازم اتحاد الكورة يتحاسب على الفلوس اللي بيدفعها العملة الصعبة الراجل قاعد بره وكمان بيقول علينا طيبين يعني هستغفلهم يعني وجهه نظره ان احنا طيبين وهو جاي يستغفلنا بس هنمشيه هنمشيه كررها هذه المره ولكن شوفوا في حديث اخر على يقوله. فكره قبل ما نشوف الحديث الثاني على حته العمله الصعبه كابتن حازم امام لما اخذوا قرار يجيبوا خبير اجنبي للجنه الحكام اللي توافق معاه فيها بضروره الارتقاء بمنظومه التحكيم كان الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه فالمسألة مش جاية بمنع عن الحكومة ده برغبة الحكومة في أنه فعلا تطور منظومة التحكيم باعتبار أن دي المنظومة الأكثر فاعلية وتأثير في المنظومة الكروية فالمسألة لا مش بتبلغ عنهم لأنه كل الأندية فيها مدربين أجانب ولعيبة أجانب وأعتقد الصفقات رايحة وجاية والكل شايف لكن كمان يتم الزج باسم النادي الأهلي وأيضا من الكابتن جمال عبد الحميد للأسف اولا كاتب برج دوت لازم يمشي لازم يمشي لانه ما عندوش فكره واضحه اول حاجه اي حاجه على نادي الزمالك صح اي حاجه على نادي الاهلي بي... بي... انت طبعا كنت بتتكلم دلوقتي بي, بي... بيزعل بيزع الحكم وممكن يوقفه وممكن وده غلط ما تعملش كده مع النادي الاهلي تاني دي على طول في كل كل اجتماعاته او كل ال... الحاجات اللي بيبعتها في فيديو ماشي هو قال كذاب جدا هو بيكذب طبعا كذاب جدا يعني قال لك كل الانديه واقفه جنبي الا نادي الزمالك هم اللي بيهاجموني يعني يا كذاب يا يا كراتنبرج ان اصلا كل الفرق بت بت تشتكي. بتشتكي تشتكي منك انت بالذات يعني التحكيم قبل كده كان كان 70% النادي الاهلي بس كان في 30% لبقيه الانديه انما دلوقتي 99.5 النادي الاهلي والنص البي كل الانديه ما عدا الزمالك انت بتكذب وما بتعرفش تحكم ومطرود من السعوديه وبتاخد فلوسنا وكمان باتحاد الكوره سايبك الحقيقه كلات البرج هو اللي بيكذب حقيقه يعني يا كذاب <applause> هي شر البليه ما يضحك فعلا لانه يا اتحاد يا كوره وانتوا لسه بتسالوا دلوقتي الراجل ده طفش ليه لسه بتساله الراجل اتكلم بره ليه ما هو يعني الراجل اتكلم في الاعلام الكلام ده مش سري الراجل بيتكلم في الاعلام وبيشتموا في الاعلام وبيتهموا في الاعلام لكن فكره انه الاهلي كان بياخد قبل كده 70% من قرارات التحكيم والزمالك وبقيه الانديه ليهم 30% يا كابتن جمال يعني انت ب 30% خدت الدوري سنتين ده 30% وزعتهم عليك وعلى بقيه الحكام خدت الدوري ب 30%؟ الأهلي خد 70% عشان عمل إيه؟ الأمارة إيه طيب؟ اتسلب منه الدوري سنتين ورا بعض باعتراف كل خبراء التحكيم خسر الدوري إزاي؟ <applause> ده خسر الدوري وهو واخد 70% أنت أنت صدقت إنك كسبت؟ <applause> دوري سبعين في 70% وخسر الدوري؟ لكن يتشتم كلاتنبرج وهنا يا جماعة القضية مش دفاعا على كلاتنبرج أو أي برج القضية دفاعا عن منظومة تحتاج أنها تكون مستقرة ومحترمة ومنضبطة وقلنا لكم في البداية أي حد يخطئ من أفراد النادي الأهلي يجب أن يحاسب ولا تستر على أي مخطئ أبدا لو كنا فعلا عايزين نضبط المنظومة وعايزين نتقدم ونتطور أي حد أهل زمالك إسماعيلي غيره يعاقب ما بنطلبش بمعاقبة الزمالك والسكوت على الأهلي بس حاسب المخطئ ولا تجبن أمام أي حد بقى لأن الحقيقة هي دي اللي حاصلة إنك أنت رئيس منظور أنتوا عايزين الحكام وهو الراجل قال لك عندكم مجموعة من الحكام الجيدين ومجموعة من الحكام الخايفين الخايفين ليه؟ هم بيشوفوا إنه رأس اللجنة بيتشتم وبيتهزق وبيساء ليه؟ ومحدش بيدافع عنه هم هيعملوا ايه الغلابه دول ده مش هو بس اللي اتشتم ده هم كمان اتشتموا وبرضه من الكابتن جمال عبد الحميد انتوا خايفين من ايه يا حكام انتوا خايفين من ايه خايفين من الاعلام الاهلاوي احنا بقى كاعلام هنشتمكم كل يوم كل يوم كل يوم هنقول عليكم فجرين كل يوم هننتقدكم هنقع هنقع وكل يوم هنقول ما عندكمش فكره واشتكوا لو اشتكيتوا حلو جدا لان انتوا خايفين من السوشيال ميديا مش بيضربوا بالطوب ولا بيقتلوا ده شوية عيال مأجورين بفلوس بيشتموكوا علشان تحكموا النادي الاهلي ماشي؟ مرعوبين من كلات ده ما عندوش فكره هيمشي هيمشي واحنا هنمشيه احنا كزملكاويه هنمشيه لانه جاي يدي الدور الاهلي بدليل زي ما الاستاذ خالد قال ايه؟ ان هو بيقول الحالات بتاعت الاهلي بس بس انت ازاي تحسب دي على النادي الاهلي؟ انت ازاي دي ما حسبتهاش على النادي الاهلي؟ ايه ده؟ هو جالي النادي الاهلي يكسبه عارف ان الكابتن عصام مشي مع السوشيال ميديا والاعلام صار على الكابتن عصام فقالوا له خلي بالك ده الكابتن عصام رئيس اللجنه أوه. مشي عشان زعل اهلاويه لا يا حبيبي الزمالك نادي كبير جدا وعريق جدا وجمهوره كبير جدا واحنا عندنا القنوات اللي تبطلك وتمشيك صدقني هتمشيك هنمشيك هنمشيك لان في حكم والله العظيم اتصل بيا وقال لي انا عايزك حكم دولي عايزك نقعد مع بعض في حته لوحدينا عشان اقول لك لاتنبرج بيعمل ايه عشان النادي الاهلي ياخد دوري والله العظيم انا قلت الكلام ده يا كابتن انا قلت له لا ده انا قلت له قلت له طب ممكن بس اليومين اللي جايين يعدوا عشان احنا عندنا ماتشات ورا بعض وعندنا قال لي بص هبلغك كام حاجه كده عشان تعرف ان الراجل ده جاي يدي الدوري للنادي الاهلي والحكام يحكموا للنادي الاهلي دي حاجه انتوا خايفين من ايه تاني واخدين تعليمات من لجنه الحكام ان انتوا توجهوا الدوري النادي الاهلي ماشي يا جمهور الزمالك انتوا متخيلين يا جماعه الكابتن جمال بيقول ايه انتوا متخيلين بيقول ان في حكم كلمني عايزين نقعد لوحدين عشان اقول لك انت متخيلين ان في حكم بيروح لواحد اعلام ينتمي الى احد الانديه يقول له عايز اقعد معاك عشان اقول لك هذا الحكم ما, ي... ما, ما 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 ما, يتقالش الكابتن جمال تعال انت وهو نحقق معاكو هو اتحاد كرة الراجل اللي بيهدد التحكيم ده ما لفتش نظركم انكم تتكلموا معاه هو انتوا انتوا بت... بتتكلموا مع مدير كرة عشان بيقول مع الكرسي وعلى الدكه ده حكم في الاول هنمشيك هنمشيك وهنشتمكم وهنوريكم وهنعمل لكم مطلوب ايه وحكم كلمني الكلمه دي لازم لازم يتبني عليها تحقيق تعالى كابتن جمال قول لنا مين الحكم اللي بيكلم الاعلاميين ويدوا هذا الكلام طب ما بيروحش يشتكي ليه للاتحاد بتاعه يا كابتن جمال احنا مصدقينك من غير حلفان طول عمرك انت ما بتجيبش ابدا ما داعي تحلف يا ابني على فكره النقطه الخطيره في ده ما هو برضو القول المبتور هو الكابتن جمال عبد الحميد بيقول لك ايه؟ قال لي تعالى وعايز اشوفك عشان احكي لك طب ما تقول لنا انت قال لك ايه ايوه قول لنا الاهلي ده هو... عمل ايه ايوه لك <applause> يعني يعني ايه ايه التهويش قول لنا الراجل ده قال لك كلاتنبرج بيعمل ايه عشان يدي الدوري للنادي الاهلي بيسجل اخطاء الحكام في حق النادي الاهلي عشان انت معلش يا سيدي الفاضل خبراء التحكيم لكابتن الشناوي ولا كابتن سمير عثمان بل منهم كمان الكابتن ياسر عبروف في حالات كثيرة على قناة نادي الزمالك ما بيلاقش أخطاء ما أخطاء بلا... بي, بي, بي بيدوا للنادي الأهلي الأخطاء اللي أهدرت حقوق يعني مش كلاتنبرج بس اللي بيشاور على أخطاء الحكام أولا فكرة أنه ما بيقولش رأيه إلا في ماتشات الأهلي لا ده قول فيه كذب بين ليه لأنه الراجل باستمرار كل تحليلاته بتشمل ماتشات الأسبوع كلها كون ان في حكام بيدوسوا على النادي الاهلي وبيتجاوزوا في حق النادي الاهلي الراجل بيبينها زي ما الشناوي بيبينها وزي ما جهاد جريشه بيبينها وسمير عثمان بيبينها بل ويسر عبره في نفسه احيانا فهنا بس كان المطلوب من الكابتن جمال عبد الحميد قول لنا والنبي الراجل اللي كان عايزك على جنب ده قال لك ايه؟ قال لك ايه بجد؟ هل انت ما رحتلوش؟ طب ما رحتلوش ليه؟ ده واحد هيديك الضربه الكبيره ترترف. <ترجم> اه ان انت هتعترف على كلاتنبرج وبعدين تعال اقول لك هو بيعمل ايه انت كان لازم, لازم تقول لنا هو بيعمل بلاش هو مين هو قال لك ايه بالظبط قول لنا كلاتنبرج بيعمل ايه تحديدا ادى النادي الاهلي حاجه فوق حقه طب ما الشناوي بيديها وسمير عثمان بيديها ايه الجديد اللي حصل بيقول ان النادي الاهلي كان له ضربه جزاء طب ما هي كله بيقول ان كان له ضربه جزاء انت مش عايز تشوفها كده ده حاجه تخصك لكن ارجو بلاش تهويش الناس لان على فكره الثقافه دي انتشرت قوي مش عايز اقول لكم كان بيحصل ايه لا قول هو ليه مش عايز تقول لنا ما تقول كل واحد يستخدم الجملة التعميه ديت عشان يستخبى ورا حاجه انا مش عايز اقول لكم كان بيحصل ايه طب ليه ما تقولش ما السكوت ان انت ما ده خطا وحاجه عيب, حاجة عيب. و... ايه العيب اللي بيحصل ده بالعكس افضح كلاتنبرج يا راجل وانت هتفضحه اكتر من اللي انت قلته او اللي اتعمل فيه بس ما دام لك حقيقه وجالك دليل من واحد اعتقد انت اللي غلطان لانك ما قلتش ده اذا كان اصلا في حد كلمك نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل اهلا بحضراتكم من جديد شفنا هذه المساله وبنسال المهندس عدلي في اخرتها واخرتها لا مش بين لها اخرها انت عارف يقول لك ايه الضوء في اخر النفق دي دي للمتفائلين دائما الضوء في اخر النفق المظلم ولكن يبدو ان كره القدم المصريه نفقها مسدود مسدود مزدود يا ولدي مسدود يا ولدي في اكتر من كده ابراهيم فايق قال لك ياس واحباط في اكتر من تعبير المهندس عدلي عن هذا الوضع مسدود 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 يا ولدي نشوف بقى فقرتنا الجديده بعضمه لسانه المونديال ذكريات وامال الاهلي بيستعد للسفر للمغرب الساعة خمسة مساء السبت إن شاء الله للمشاركة في كأس العالم للأندية هذه المشاركة التي كانت عوضا من السماء عما حاق الاهلي من مؤامرة لإبعاده عن اللقب الأفريقي مؤامرة بكل معاني الكلمة وال وال... وال... تقريبا التحديد كان جه من خلال السيد وزير الشباب والرياضة اللجنة اللي شكلها من سادة قضاء أجلاء أشارت إلى أنه الإدارة التنفيذية في الاتحاد المصري لكرة القدم تعمدت عدم الإشارة إلى العرض الكاف على مصر تنظيم أو فكرة أو فرصة تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا وبالتالي كان مكتوبا على الأهلي أن يلعب النهائي الأفريقي من مباراة واحدة على أرض المنافس في الدار البيضاء مع الوداد أبعد الأهلي عن اللقب الأفريقي وابعد وقتها عن فرصه المشاركه في كاس العالم للانديه كانت هتكون للمره الثالثه على التوالي تتويجا باللقب القري ومشاركه في المونديال لكن لانه النادي الاهلي زي ما قال الاسبوع اللي فات الصديق العزيز خالد بيومي خالد بيومي كان له تويته الاسبوع اللي فات يعني والراجل ده كان عضو مجلس اداره سابق في النادي الاسماعيلي يعني ما هوش اهلاوي لكن التويته او المقاله اللي كان كاتبها منصف جدا وموضوعي وفير ونقي في مقالته في الجمهوريه فيما اظن انه النادي الاهلي تشعر ان بينه وبين ربنا عمار ربنا بيحبه وبيحب جمهوره والاماره عند خالد عند خالد ديومي انه الاهلي كل ما يتعرض لكبوه ينصف بطريقه كبيره كل ما يساء اليه بطريقه يجيله له الحق من حيث لا من حيث لا ينتظر ولا يحتسب. هدايا السماء دي اللي اشار اليها خالد بيوم واعتبرها اشاره على انه النادي الاهلي يمكن دي مكافاه ان اللي بيمشي صح ومكافاه الملايين من الجماهير البسيطه والغلبان والميسور والمختلف الانواع المثقف والبسيط والوزير والغفير كلها المكون العام لشعبية النادي الأهلي ارتباط كل الناس دي وجدانيا وعاطفيا بالنادي الأهلي هو اللي بيعوض النادي الأهلي عن أي حاجة يساء إليه فيها فتلاقوا من حيث لا يحتسب أي حد ولا حتى الكابتن محمود الخطيب يعني ما كانش حد ينتظر اللي حصل ده خالص عارف أنا أشعر إيه يا أستاذ إبراهيم أكثر الناس سعادة مين ايوه اشعر متسبي مم. رئيس الاتحاد الدولي اه, وإنفن... آه. الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي آه. زي ما قلت ايه كانوا مكسوفين والله والكابتن الخطيب بيقول لهم انفير انفير نوت فير وكانهم يعني ما صدقوا عشان يعني يعوضوا النادي الاهلي على هذا آه يعني الاجراء الجائر على حقوقه فكانت النتيجه الحقيقه انه منحس ومن حيث لا ينتظر احد او يحتسب المغرب تنظم كاس العالم للانديه شوفوا المفارقه بعد نجاحها في عروض قويه جدا في كاس العالم بقطر ينحاز ليها الاتحاد الدولي ويتعاطف مع الاتحاد الافريقي ويقدرها ويسند اليها تنظيم كاس العالم للانديه مش بس دي ده يتصادف انه في الموسم ده الوداد بطل الدوري المغربي، ما أنا بقول لكم ترتيبات السماء يعني فعلاً ربنا سبحانه وتعالى لما بيشاء ينصف حد يرزقه من حيث لا يحتسب. إن المغرب تنظم كأس العالم في نفس الموسم اللي عارفين لو الوداد مش بطل الدوري المغربي ما كانش ده هيحصل حاجة. ليه؟ لأن أنت عندك فريق من أفريقيا. لكن الوداد يبقى هو بطل القارة. وبطل الدوري ويكون الاهلي هو وصيفه والمغرب تنظم البطوله فيستدعى الاهلي للمشاركه العاجله في كاس العالم للانديه تبقى عشان تكون دي طبقا <applause> لنواح كاس العالم دي المشاركه التامة للاهلي في البطوله لكنه الاكثر اداء للمباريات في كاس العالم بين كل انديه وابطال القاره في حاجه كمان يا استاذ ابراهيم آه ما حدش خد باله منها الاستاذ يعقوب <applause> وهو يصرح ان الامارات كانت تنتوي تنظيم هذه البطوله قررت الا تتقدم بالملف حتى تتيح للاهلي ان يسترد حقه. يعني قوله اسند الى آآ آآ الى الاستاذ يعقوب السعدي لكنه لم يثبت عنه بالتحديد يعني ما قالهوش ربما يكون كتبه او حد نقلها عنه لكن عايز اقول لكم حاجه المهندس عدلي بيقول لك انا رحت انا وابراهيم لكل بطولات كاس العالم الحياة دي صحيحه وكانت المشاركه الاولى فيها ذكريات مهمه قوي 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 لانه فيها درس كبير لازم نعيه احنا وجمهورنا دلوقت الاهلي يا جماعه سافر الى اليابان في المشاركه الاولى 2005 منتفخ الاوداج رايح يا ارض تهدي عليك قد معلش يا جماعه هنخطف رجلنا لغايه اليابان نجيب كأس العالم ونيجي الجمهور ينتظر من الأهلي العوده بالكأس، اللعيبه فاكره انها تقدر ترجع بكأس العالم، الكل يتحدث على ان انت تقدر تاخد كأس العالم، طبعا المسأله كان فيها قدر كبير من المبالغه لكن كانت مستنده على العروض القويه جدا وحاله الـ 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 الأداء الرائع أن اللي وصل بيه واحدة انه ياخد بطولة افريقيا بدون هزيمه وطايح في القاره شرق وغرب فبالتالي ليه لا؟ كانت البطوله بالظبط في 2005 وقيمة واحنا هن بس الدرس الكبير اللي انا بقوله لكم ده انه يعلمنا ازاي نتعامل مع البطولات الكبيره ومع البطوله الحاليه على وجه التحديد البطوله اتلعبت من 11 ل 18 ديسمبر 2005 كان بيقود الاهلي زي ما قلت لكم مستر مانويل جوزيه كان الاهلي على موعد مع مباراه افتتاحيه فيها الكثير من الجدل والغموض الذي لم يكشف عنه بعد الاهلي مع اتحاد جده السعودي اتحاد جده بيكسب واحد صفر. كانت فيها مشكله كبيره عايز اقول لكم علشان مهندس عدلي استخدم مره فكره الساعة البيولوجيه ودي انا عايز اقولها كمعلومه لانه البعض من اللي بيعتقدوا نفسهم آه على فكره آه آه احنا بنستطرد معاكم عرض لمجله لمجل... الاهلي في تغطيه هذه البطوله بس المخرج هيجرينا وراه محتاجين شوية هدوء علشان الناس تسترجع شوية بشوية اللي حصل علشان الناس تقدر تجتر ذكريات هذه المشاركة الأولى اللي كان الأهلي فيها رائد الأندية المصرية في المشاركة المونديالية البطولة في شهر 12 محدش كان واخد باله على فروقات الساعة البيولوجية ليه أنا بقول لكم الساعة البيولوجية البعض عن جهل فهم كلمه المهندس عدلي لما قال سفر لجنوب افريقيا اللعيبه ما كانتش واخده على الساعه البيولوجيه طلعوا انصاف المتعلمين يتندروا على المهندس عدلي على انه الفرق التوقيت بيننا وبين جنوب افريقيا ما فيش فرق توقيت وبالتالي ما فيش ساعه بيولوجيه هي الساعه البيولوجيه مش الـ مش الـ مش الساعه اليد ما هياش ساعه اليد الساعة البيولوجية يا جماعة هي ملخص للحالة حالة الطقس وظروف المناخ وحالة الحالة البيولوجية اللي الإنسان بيكون عليها صيفا وشتاء واختلافا من مكان لمكان يعني لما تنتقل من مكان لمكان من حر البارد هنا الساعة البيولوجية محتاجة تتظبط مش الساعة معناها ان انا لو متوحد مع دولة على نفس فرق التوقيت لكن درجات الحرارة مختلفة فتقول لي لا يبقى ده الساعة البيولوجية انت مش فاهمه لا انتوا اللي مش فاهمين بجد ده اللي كان عايز يقوله المهندس عادلي وقت لما كان الاهلي رايح جنوب افريقيا وجات المناسبه ان انا أوضحها لكم هي ليها كمان آه 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 هو مش آه هي كان ليها هي ليها علاقه بخطوط الطول والعرض يا استاذ ابراهيم اه يعني في بلاد على خطوط عرض معينه بالظبط هي بيبقى بتساعة البيولوجيا مختلفه انتوا بيتعرض لكم آه تغطيه مجله الاهلي لهذه المشاركه الاولى الفريق خسر من اتحاد جده 1-0 الاهلي لعب على المركز الخامس والسادس مع اف سي سيدني الاسترالي خسر 2-1 وسجل هدف الاهلي عماد متعب احتل الاهلي المركز السادس قائمه الاهلي في هذه البطوله عصام الحضر واسلام الشاطر وعماد النحاس واحمد السيد ووائل جمعه ومحمد عبد الوهاب الله يرحمه وشاد محمد وجلبرتو وفلافيو ومحمد شاوي وحسن مصطفى ومحمد بركات وعماد متعب وابو تريكه ووائل رياض واحمد حسن استاكوزا واحمد ابو مسلم وحسام عاشور ورامي عادل واسامه حسني وامير عبد الحميد وهادي خشبه ونادر السيد. البطوله شارك فيها ستة انديه ليفربول الانجليزي وساو باولو البرازيلي والاهلي واتحاد جده وسابريسا الكوستاريكي وسيدني الاسترالي فاز بالبطوله ساو باولو البرازيلي وجه ليفربول وصيف وسابريسا الثالث دي يمكن شايفين يا جماعه التعبئه ليه احنا هنقف عند كام حاجه المانشيت ده كان له قصه كبيره جدا لانه المهندس عادل يذكر انه الفريق بعد ما ركب الاتوبيس هيغادر فندق الاقامه طبعا اللعيبه في حاله انكسار الناس اللي راحت تجيب البطوله بتاخد المركز الاخير فاذكر بعد ما ركبنا الاتوبيس واتحرك وقرب من المطار منو قال اللي ستوب وراح منزل اللعيبه قال لهم انتوا على الارض دي ما عبرتوش كويس عن النادي الاهلي انتوا قدمتوا صوره سيئه عن النادي الاهلي وعن نفسيكوا احنا هنتعاهد مع بعض قبل ما نسيب المكان ده ان احنا نرجع تاني السنه الجايه عشان نحسن الصوره عشان يرى الاهلي الوجه الحقيقي, الحقيقي الاهلي. يرى اليابان الوجه الحقيقي للاهلي للنادي الاهلي بصوا كان مانشيتنا ده راجعين لليابان تاني وبصوا بقى الراجل واخدها في صدره قال لك انا المسؤول والاهلي لن يسقط ايه اللي حصل يعني لو 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 شفتوا تغطيه البطوله في كلها كله كان على الاستفادة من الدرس الأول المهم اه مسافرين زي ما انتم شايفين بدل شيك احتفالية كبيرة لتوديع الفرسان الحمر بصوا والوعود بالعودة بكأس العالم إلى هذا الحد يا جماعة كانت الثقة كبيرة من فرط الأداء الكبير اللي فريق الأهلي كان عليه كان فيها مبالغة بس مبالغة مستندة على جزء من واقع على واقع صحيح وكان الكابتن محمود الخطيب آه رئيس للبعثه برضه والمهندس خالد مرتجي والاثنين قاسم مشترك في كل مشاركات الاهلي الموندياليه الحقيقه آه طبعا خلي بالك يا استاذ ابراهيم احنا آه كمان عشان ما اول بطوله لينا مش مدركين الفوارق الفنيه آه اللي موجوده آه صحيح اه يعني كانت المساله على انك انت على الاتحاد جده كبطل اسيا اللي الحقيقه كان عنده ثقافه التعامل في المنطقه دي عمل معسكر اتذكر اسبوع في في الصين وانتقل منها مباشره بعد ما تعود بيولوجيا على الحاله والطقس وفروق التوقيت وانتقل من الصين الى اليابان مباشره الفروقات اللي الاهلي كانت فيها وقتها برضو زي ما المهندس عادل بيقول احنا ما كناش واخدين على ثقافه البطوله دي انت رايح قبل البطوله بوقت قصير قبل ما تظبط الوضع الوضع بين النوم والصحيان احنا كناش بننام يا استاذ ابراهيم كانت المساله على فكره لو بصيتوا في المجله كان فيها خبر طريف جدا انه كل واحد يسال حد تاني يوم هو النهارده ايه؟ ده السؤال اللي كان دايما بيتردد بين كل اعضاء البعث هو الساعه كام دلوقتي؟ هو احنا الصبح ولا بالليل؟ لانه الناس بتصحى الصبح فرق التوقيت تقريبا 12 ساعه ولا كان كام؟ 12؟ اه كانت نص ساعة ففرق توقيت كبير جدا هنا ص... هنا الناس نايمه وهناك الناس صاحيه الصبح وهكذا التبديلات ديت الحقيقه كان فيها معاناه شديده جدا ضيق الوقت ما كانش يمكن الفرقه انها تقدر تتاقلم بيولوجيا او مستر مانويل جوزيه يقدر يعالج ديت. الم... المشاركه الثانيه بقى مشاركه تصحيح الاخطاء والوفاء بالوعد. الوفاء بالوعد اللي, اللي نزل اللعيبه من الاتوبيس عشان يقول لهم في المكان ده لان كمان حتى كابتن خطيب كان بياكد لهم على كده ده مش النادي الاهلي يا كباتن ده مش النادي الاهلي يا كباتن احنا لازم نرجع هنا تاني وعشان كده كان التاكيد راجعين لليابان دخل الاهلي دوري ابطال افريقيا وعنده تارجت كبير رئيسي عنده هدف واضح جدا هنروح اليابان تاني كانت النتيجه البطولة التالية الأهلي أيضا توج بدوري أبطال أفريقيا في 2006 الفترة كانت البطولة كاس العالم من 10 ل 17 12 كنا دايما على فكرة أجازات الكريسماس وليلة الكريسماس في البطولة حصل الأهلي على المركز الثالث كان أيضاً بيقوده مانويل جوزيه هتشوفوا بعض التغطية لمجلة الأهلي لأنه الحياة كان الفريق كمان في عودته في تكريم كان السيد جمال مبارك والسيد علاء مبارك نجلة رئيس الجمهورية أنا ذاكر الرئيس حسني مبارك رحمه الله في انتظار البعثة في المطار ثم كرم الرئيس مبارك البعثة بوسام الرياضة من الدرجة الأولى وكابتن حسن حمد رئيس النادي الآلي وقتها أهداه درع النادي في احتفالية كبيرة لكن كان هذا الاستقبال الرائع للفريق بعد ما عمل الإنجاز المدوي الوزارة أستاذ إبراهيم شالت اسمي قال لك ده ملوش علاقه لا اسمي ولا اسمك انا كنت وقتها مدير اداره التعاقدات اه وكنت نجوم العالم الميديا أوفيسر. انا كنت صفه رسميه الميديا اوفيسر بتاع النادي بتاع النادي فخدوا البعثه كلها وفوجئت ان اسمي وبعدين حتى يعني ما لوش علق عشان كان كان فاكر ان احمد عبده بس احمد عبده يعني بص الخطيب رئيس بعثه الابطال كنت متفائلا من اول لحظه سلوك نموذجي للبعثه ومن حق افريقيا ان تفخر بالاهلي اليابان تطلق القمر الصناعي كيكو ومعه تودع الاهلي كان في نفس اليوم اللي الاهلي بيغادر اليابان بتحتفل باطلاق قمر صناعي جديد فا بكيكو ده مانويل جوزيه وكابتن حسام البدري الاهلي هقول لكم النتائج لكن في في حوار اجريته مع مانويل جوزيلا عنه الاطول وانت تذكره كويس انت اشتريت اه, آه. حجز الفلاشه كده بتعمل آه 270 ساعه رحت انا واخونا <applause> العزيز عمار امام المصري السوداني عضو النادي الرائع نزلنا السوق ندور على كاست فجبت كاست عباره عن قلم الميموري بتاعته تشيل 273 ساعة فاحنا <applause> على الطيارة المهندس عادل بيقول لمستر مانويل إبراهيم جاب القلم ده 273 ساعة تسجيل الميموري فالراجل خده وشافه فعجبه فقلت له بقول لك يا مستر مانويل سيبك من ال 200 وسيبك من السبعين 70 انت <applause> ليك الثلاثة <applause> قال لي اوكي طبعا احنا على الطيارة بنفطر ونتغدى ونتعشى وننام ونصحى على ما نوصل كان الحوار اللي انتوا هتشوفوه هنا طبعا كانت الفرحة الكبيرة جدا بهذا الانجاز الكبير الحياة اللي حصل آه الاهلي في البطولة دي الثانية اللي هي بطولة الوفاء بالوعد مدرب الاهلي كان مانويل الاهلي لعب مع اوكلاند سيتي فالوا عليه الكمال فاز على اوكلاند سيتي اللي هنلعبه يوم الـ 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 الاربع فاز عليه 2-0 في لافيو وتريكا ودي كان المباراة في الدور الاول ما كانش الدور التمهيدي زي دلوقتي الدور قبل النهائي الاهلي مع انترناسيونال البرازيلي الاهلي خسر 2 واحد سجل هدف في لافيو مباراه المركز الثالث الاهلي كسب كلوب امريكا المكسيكي 2 صفر بهدفين عايز يا استاذ ابراهيم آه. انا كنت الميديا اوفيسر فرايح اخد مانو جوسي اه عشان اوديه المؤتمر ايوه عدينا على اوضه انترناسيونال اه هم غلبونا 2-1 ايوه كوره بيرجعها بي حس... كابتن حسن مصطفى كان الكسندر باتو ده كان بيقولوا لهم البليج جديد لسه راجع واقف لوحده اوفسايد خالص بس راجعه من مصطفى كابتن حسن مصطفى خدها وحطها في الجول غسلناهم ايوه صوت مدرب انترناسيونال وطبعا مالو جسيه بيعرف برتغالي وبيعرف اللغه بتاعته اه فبقول له قال لي الراجل بيقول لهم انتوا ما تستحقوش تكسبوا النهارده آه. اللي كان لازم يكسب النادي الاهلي احنا واحنا واحنا ها آه. آه؟ اللي انت بتقوله ده قالوا الفيفا بص الاهلي خسر مباراه وكسب احترام العالم العالم انا رحت بقى المؤتمر آه. اللي قبل برشلونه وكان هما وصلوا فاينل وانترناشونال واحنا بنلعب آه. الثالث احنا وكوبا امريكا. ايوه. آه المكسيكي. آه آه ريكارد كان بيقول في المؤتمر. اه. هو هو بيكلم وسائل اعلام عالميه ما انا قاعد ما يعرفنيش. آه. فبيقول لهم انا كنت متوقع بعد اداء النادي الاهلي خلال المباراه ان انا هلاقي الاهلي في النهائي والحمد لله انه ما ما صعدش يو هاف تو سفر تو بي ساتش عليك أوه. ان تعاني من اجل الفوز من على هذا الفريق المنظم عملنا كرة رائعه جدا وفي المركز الثالث والرابع عملنا ماتش على كوبا امريكا اللي كان فيها بص انا متخيل منتخب المكسيك انا متخيل ان كلام الكابتن الخطيب قبل المباراه الجايه مش هيختلف عندها بص في اجتماعه مع لعيبة الاهلي قبل لقاء اوكلاند بساعات الخطيب بيقول لهم ثقتنا فيكم بلا حدود والرهان على الاداء الرجولي. كابتن طارق سليم الله يرحمه عماد الله رحمه واسعه كان معانا في كل البطولات ديت قال لك الاهلي يستحق منكم الكثير وننتظر منكم شكلا مختلفا عن العام الماضي. انت فاكر واحنا في نهايه ماتش كوبا امريكا آه. واحنا قاعدين في المقصورة اما طلع الراجل بتاع اللجنه المنظمه قال ابو تريكه حصل على المركز الثالث ثالث افضل لاعب في البطوله ثالث افضل لاعب في البطوله مم. وكان ما آه آه مفيش حد من برشلونه وبلغوا السفير وبلغوا كابتن الخطيب وبلغوني فنزلنا عشان نحضر التكريم طيب قلنا فك... واحنا واقفين اسفين حصل تعديل وهيدوا رونالدين. رونالدين هو بداله لان برشلونه خسر المباراه وما كان الراعي يقول لك مش ممكن ان ما فيش حد من برشلونه على منصه التكريم يعني <applause> الحقيقه كان هو حكايه في البطوله دي الله يرحمه كابتن طارق مره يعني خدنا وسافرنا مسافه كبيره عشان نشوف مباراه لرونالدينو وقد ايه كان رونالدينو ممتع ممتع جدا جدا <applause> بس كان فرد قوي يا ابراهيم آه. لكنه الحقيقه ساحر كوره بجد واحد مفيش مهارات الكرة كده في التاريخ الكوره زي رونالدينو ده صحيح هنشوف الحوار اللي انا بقول لكم عليه مع آه مانويل جوزيه بتاع القلم اه بتاع القلم <applause> الاهلي اللي, اللي مثله في البطوله دي عصام الحضري واسلام الشاطر وطارق السعيد وعماد النحاس واحمد السيد ووائل جمعه وشادي محمد واحمد صديق وعماد متعب ووائل رياض وحسام عاشور وحسن مصطفى وعبد الاله جلال واكوتي منساه ومحمد شاوي واسامه حسني وامير عبد الحميد ونادر السيد وابو تريكه ومحمد صديق وفلافيو ومحمد عبد الله واحمد شديد اناوي انا بس عايز اقول الاهلي واوكلاند اه انا عايز اقول حاجه بمناسبه البطوله دي يا استاذ ابراهيم اه البطوله الاولانيه الاهلي ذهب الى كاس العالم مدججا بالنجوم ايوه كامل كامل الصفوف الحضري و <applause> وجمعه وشادي والباكين اسلام ومحمد عبد الوهاب الله يرحمه. البطوله دي شهدت نقص حاد في الصفوف. م. كابتن عصام الحضري اصيب وامير عبد الحميد هيقف. الباكين كان صديق وكان طارق سعيد. اه طارق و... سعيد الجمعه بقى طارق طارق السعيد. الشمال اه طارق سعيد باك ليفت. السرد باكين كان وائل جمعه ومحمد صديق ايوه محمد صديق ايوه اللي هو بتاع المقاولين اللي كان في الزمالك ايوه الخط الخلفي بحارس المرمى تغييرات طارق السعيد بص آه. شوف فلافيو آه. فلافيو بقى وابو تريكا وطارق السعيد قدموا ملحمه قدموا ملحمه مم. يعني يعني الحقيقه اجوان ما انا ما شفتش واحد بيلعب باله... بال أمان بيلي أمان بيلي وبيسمي بي 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 الكوره في الحته اللي هو عايزها سجلوا بقى طبعا وده كمان جون حلو قوي مم. واحد 1 فرحه هيستيريه وبعدين ياتي ابو تريكه اهي الفاول الفاول الشهير مم. لابو تريكه يعني انا عايز اقول حاجه الجود ده لعب معانا اكتر من مره اه مونتيري بعد كده ف فالحقيقه البطوله دي كانت بتشهد عظمه عظمه ابو تريكا ساعتها تعليقا على ده قال لنا كلمه قال لك مانويل جوزيه علمنا تضرب الكره في انهي مربع فيها عشان تروح في الحته دي تاثير الوضع بتاع اللاعب وهو واقف عشان يحط صباع رجله الكبير في انهي جزء في انهي مربع من الكرة عشان تروح في المكان ده فشوفوا الراجل ده قد ايه كان ليه دور مش بس على تطوير شخصية اللعيبة لانه في تقديري انه واحد من اهم الناس اللي ساهمت في تطوير شخصية اللاعب المصري شوفوا ده شوفوا الجون لكن كمان الناحية الفنية يا الآلي يا جماعة في البطولة دي المتعب جد يعني كان مدفينا احنا كنا في عز التلج انا عايزك يعني بقى اه بمناسبه القلم ده والحديث آه اللي خدته مع مانويل جوزيه ما تقول لهم اللي قلته لي ماذا اكتشفت عن شخصيه مانويل جوزيه ما انا مستني بس في هذا الح... الحقيقه مي بنتي بذلت مجهود كبير في المجلدات الاهلي علشان تقدر تعمل الماده ديت ساعدتني فيها قبل الهوا بساعتين ثلاثه وريحت فريق العمل الحقيقه اللي عليه بس يشوف لنا الحوار بتاع مانويل في 2005 او 2007 لانه الحقيقه كان طبعا بصوا بقى التكريم والتقدير الفريق رجع يا جماعه عايز اقول لكم انه الجديد في المره بتاعه 2005 المفاجاه كان انه جماهير الاهلي كانت في المطار بتستقبل البعثه وتقول لهم هارد لك ولا يهمكم فكانت دي الطبطبه اللي فعلا عالجت اللعيبه نفسيا وخرجتهم من المود بتاع الهزيمه بسرعه المره دي بقى في 2006 والمركز الثالث شوفوا احتفالات الشوارع المصريه وشوفوا ازاي الاهلي فعلا فرحه شعب. أتوبيس مكشوف يقل البعثه بصوا أتوبيسات النقل العام الناس اللي ماشيه في الشوارع الفريق رجع الصبح بالمناسبه يعني قريت تصريح للعالمي محمد صلاح الجناح الدولي العالمي الكبير قال لك انا كنت بزوغ من المدرسه الصبح عشان اتفرج على ماتشات الاهل في اليابان كان لسه وقته... وقتها لسه في المدرسه صغير كان بي... 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 بيزوغ من المدرسه عشان يعرف يتفرج على ماتشات طبعا لفة اللفه ولعب مع كتير من النجوم دول ومنهم ابو تريكه لكن انتم شايفين فرحه اللعيبه وهي في الاتوبيس المكشوف بصوا الفرحه بتاعت كل الناس وهي راجعه الصبح والاتوبيس المكشوف بيطوف بيوم القاهره والجماهير في كل حته احتفالات في كل مكان شوف التامين شوف اليمين والتصوير كان يوم عظيم والفرحه جداً والسعاده جداً. على وجوه اللعيبه الواحد كان قاعد في في ده يا استاذ ابراهيم بزهو عايز الرحله ما تنتهيش اه بصوا الناس في كل الاماكن والتامين يا جماعه هي دي الكوره هي دي الكوره وهو ده الاهلي هو ده الاهلي وهي دي شعبيته وهي دي قيمه الفرحه وهو ده الحقيقه القيمه الحقيقيه الناس لما بتتكلم على ال 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 القوه الناعمه لمصر لو استعرضنا وشفنا كان فيه الاميره تاكامادو تاكامادو دي اخت الامبراطور امبراطور اليابان وكانت رئيس الاتحاد الياباني لكره القدم وحريصه تيجي تحضر ماتشات الاهلي. كان في جمعيه الص... الص... الصداقه المصريه اليابانيه، كان في السفير المصري في اليابان وقتها السفير هشام بدر. لو استرجعنا هنشوف تصريحات ليه كتير انه مصر فخوره بالنادي الاهلي، وفخوره باللي الاهلي بيعمله. اقول لك مفاجاه انه قال انه مش اهلاوي. قال انا فخور بالاهلي جدا 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 رغم ان انا مش بشجع الاهلي. اه لكني لازم اعترف الراجل ده كان بيروح وصلنا حتى لحد محطات القطر يا اه كان بيقى. ما شفناش ثانيه قطار الرصاصه ده لما ركبناه البولو ترين كان هو معانا كان على آه. رصيف القطر اه, آه. السفية. أيوة. اللي مش اهلاوي صحيح لكن فرحته وفخره بالنادي الاهلي كانت بلا حدود النادي الاهلي وراح فتح ملاعب مدرجات التيتش السنه دي دونا ساتابوي على فكره <applause> هتلاقوا الستابوي بس الناس تبذل مجهود في مطالعه الماده اللي موجوده هيلاقوا ستابوي وهيلاقوا اللعيبه وهي محتفله بيه وهيلاقوا حاجات كتيره كويسه ابوي ده كان لونه ايه؟ أخضر. كان لونه اخضر اخضر اه انا بدعيبهم مسافرين بكره اه بقول لهم يا سلام لو كان لونه احمر زي النادي الاهلي اه قابلوني في المطار وجابوه جابوه احمر قعدنا نقول لك مبروك اللي جالك والمهندس عادل راجع شايل الستابوي في ايده ستوي في الثقافه اليابانيه انا حسيت ان انا عملت طفل ح... الاحد الشقي الولد الشقي قوي الناشط المجتهد أنا... انا استاذ ابراهيم طلبت من التلفزيون من الياباني دي التلفزيون الياباني اهدى للنادي الاهلي باعتباره الشاطر ال... 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 المتفوق اللي جاي هنا للمره الثانيه على التوالي او الثالثه على التوالي كان وقتها الخامسة والسته الثانيه الثانيه اه كان وقتها لعبوا ثالث العالم المهم دي الطلب الثاني الغريب جدا انا م. بقول والله بقول في الكلمه بتاعتي إيه لما لما برد في جامعتي قلت لهم يا سلام لو يبقى لونه احمر وتدونا بروتوكول تسمحوا باستغلال الحقوق التجاريه التجاريه له قال لك هاي هاي خلاص جالي في المطار جايب لي بروتوكول يعني احنا نقدر ده ما بيحضروش ما بيحضروش طب السنه اللي بعديها اه لما تاهلنا في 2000 جم هنا اه تلفزيون التلفزيون الياباني بعت بعثه جم وبعدين دوروا عليا وعملت الحديث آه عملت حديث آه آه في في اوضه المدير في نهايه الحديث قال لي تحب تقول ايه للجمهور الياباني وتلفزيون الياباني فانا ضحكت قلت له شايف الست ده آه احنا خدناه انا عايز اخوك كبير المره دي بعتوا لي واحد اكبر منه مع البيع البعثه بعتوا للنادي يعني واحد اكبر منه <applause> ما بيهزروش من... بس انت مبخت انه في كل رحله بتاخد لقب يعني في ديت خدت ابو ست ابوي فابو ظبي بقى البطوله اللي فاتت ايهاب الخطيب قال لك ابو مين ابو بيتس ماي فادر ما كل ما يقابلني يقول لي ماي فادر ف... فكنت فكنت اقول له مستر موسيماني اف اي ام يور فادر جاست listen تو مي وكنت اقول له ما مالكش دعوه ولا... ما تهتمش قوي في المؤتمرات انك تقعد تفتح مواضيع ما تسالتش فيها ما ما يعني المهم طيب البطوله التالتة بقى المشاركة التالتة في اليابان الفترة من 11 ل 21 ديسمبر برضه مانويل جوزيه الحقيقة الراجل صاحب يعني حضور قوي جدا للأهلي في المونديال طب مين اللي كان هناك ودائما جمهور الأهلي مختلف مين كان هناك مدعو ونهاره لما قدموا في المؤتمر الصحفي اه خالد بيبو خالد بيبو ده حدوته بصوا بقى الحوار ده هو ده يا جماعه ده الحوار كان في 2008 احكي لكم قصته لانه الحياة خالد بيبو كان مسافر مندوب عن قناه الاهلي في المؤتمر الصحفي مانويل جوزيف البطوله دي عمل لقطه بنت لذينه قبل ما يبدا قال للصحفيين الاجانب يا جماعه قبل ما اتكلم في المباراه عايز اكلمكم على لاعب له فضل كبير عليا. فالناس ايه؟ قال لهم في زميل صحفي قاعد في وسطيكو وراح مشاور على خالد بيبو. قال لهم الراجل ده كان لاعب ولاعب كبير ولاعب موهوب وعمل اعلى نتيجه في الديربي عملت لي انا شعبيه كبيره جدا كان له فضل كبير عليا فيها. هو قال كده ودي شخصيه استثنائيه و... والنهارده أنا برحب بيه لأنه في أول مرة يظهر قدامي كإعلامي وقاعد في وصليكو فعايز أرحب بيه بشكل خاص. وعايزكم ترحبوا بيه معايا، قدموا الحياة تقديمة. جداً، إحنا قاعد خالد بيبو جنبي أنا والمهندس عادلي بصينا لقينا خالد. بقى يلطم. في العياط ومش قادر يسيطر على نفسه. خالد بيبو عاطفي قوي رقيق جداً، فمش عارفين نسيطر عليه. الصحفيين اللي جانب كلهم عمالين يبصوا عليه وهو حاطط وشه في ايديه وعمال يعيط يهديك يرضيك مفيش خلص المؤتمر خدناه وخرجنا سكت شويه وهدي شويه واحنا راكبين في العربيه وراجعين الفندق <applause> المهندس احمد اللي راح نكشه قال له بس انت كان شعورك يا خالد لما من راح معيط تاني يا عم مش عيط <applause> وصلنا الفندق وكل كان... ما من... <applause> لا ده كمان ايه قلت له خالد روح اشرب شاي بقى وتشطف وفوق شويه وهاجي اقعد معاك شويه اعمل لك حديث عن اللحظه لحظه الانفجار دي فانا واخد الورقه والقلم ورايح له قلت له انا هعمل لك شاي او هو جاي للاوضه اه قلت له هعمل لك شاي بس اهدى بقى قعدنا احكي مع خالد قلت له دي لحظه الانفجار ايه اللي جه في ذهنك خلاك تعيط اما عيط, أم عيط <applause> <applause> رحت اتكلم المهندس تعالى يا عم شوف إن... مش عارفين نسيطر عليها نضيع يقول يروح معانا. <applause> <applause> لا هو اصله إن الكلام لا يعني هو حاجه اه قدموا تقديمه تاريخيه آه تاريخيه قدام آه. هو ما توقعش يعني الحياة كانت يا جماعه بقول لكم بيبو كان حددت البطوله دي البطوله دي علشان اراجعها مع حضراتكم كان من 11 ل 21/12 الاهلي في الدور الاول لعب مع باتشوكا المكسيكي 4 2 سجل الهدفين في لافيو هدف ذاتي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس الاهلي مع ادي لاند الاسترالي 0 1 قائمة الاهلي في البطولة كان فيها امير عبد الحميد ورمزي صالح واحمد عادل عبد المنعم واحمد السيد مفيش واحمد صديق نكد عليا يا ابراهيم هو زي باتشيكو ده هو انا هكمل هو ده الحوار هنجيبه آه من اوله اسمه ايه النادي؟ مين؟ النادي اللي, اللي نادي كنا اتنين لا اللي كنا 2-0 وبعدين اتعادل 2-2 وغلبنا باتشوكا باتشوكا باتشوك. اه كانت كان القايمه لان القايمه دي يا جماعه قايمه ذهبيه الحقيقه امير عبد الحميد ورمزي صالح واحمد عادل عبد المنعم واحمد السيد واحمد صديق وشادي محمد ومحمد سمير ووائل جمعه ومحمد بركات واحمد بلال وسيد معوض وجلبرتو وحسين ياسر محمدي حسين ياسر محمدي اللي هو دلوقتي في الجهاز الفني لنادي الزمالك وهاني العجيزي واحمد حسن واحمد حسن استاكوزا كمان وحسين علي ورامي عادل وابو تريكا وفلافي واحمد فتحي وحسام عاشور ومعتز اينو البطوله دي كان فيها سبع فرق مانشستر يونايتد الانجليزي والاهلي وجنب اوساكا الياباني وليجا كيتو الاكوادوري وباتشوكا المكسيكي و رايتا كيري يونايتد النيوزلندي وادينالد الاسترالي كان مانشستر يونايتد هو البطل وليجا دوكيتو الوصيف وباتشوكا المركز الثالث دي كانت المشاركه المهمه للنادي الاهلي باتشوكا آه 2-0 يا آه ابراهيم الشوط الاولاني ونزلنا في اول خمس دقائق الكابتن بركات من نص الملعب انفرد جاب الثالث ايوه انا قلت ايه ده الله اكبر راح الحكم لغيه بداعي التسلل ورحنا لابسين فاول في في اظن فاول م -م -م. فاول في فاول في اكسر تايم شطابنا بقى هوريكم بقى ده ست ابوي على فكره موجود او بصوا اللي كتبوه بقى 17 بطوله للساحر جوزيه ادي ست بوي بقى باللعيبه بيه وهو اخضر لسه وهو اخضر لسه <تصفيق> 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 ما كبرش قبل ما يدهنوه احمر عشان خاطرنا بالظبط وزي حواس يدعو الشعب الياباني لتشجيع الاهلي كان عامل لهم رساله حلوه قوي وهم كانوا عاملين جمعيه بيشجعوا الاهلي اه حن... بصوا بقى ده السفير هشام بدر اه مصر فخوره جدا بالنادي الاهلي الخارجيه المصريه الحقيقه يا جماعه في كل بعثه في كل دوله تلاقيها فعلا في ظهر البعثه وفي ظهر الفريق والفريق قد ايه وبلاتر قال ايه بلاتر ايه يا ابراهيم اه ما فيفرت تيم ايوه بلتر اه آه لكم فريق الفريق المفضل هتشوفوا بقى السفير سفير مصر في اسبانيا سفير ياسر مراد جه من اسبانيا مخصوص علشان يحضر البطوله الاستاذ ياسين منصور اه وقال لك انا يعني آه معجون اهل السفير ياسر مراد الحياه اهلاوي ايه حوار مانويل جوزيبا يا جماعه اللي انا بقول لكم عليه ده كان عن اليابان وما احلى الرجوع اليها المهندس عادلي وقابل محمود فتح الله في المطار سر لقائك مع فتح الله وقتها انت عملت قبل آه. ما يروح كان حدوته آه. الحوار بقى في في العوده واحنا راجعين يعني كان حوار الثلاث ساعات والخطيب يؤكد حرص الاهلي على تشريف مصر والكره الافريقيه ومدرب باتشوكا يتحدى رغم تاكيد احترامه للاهلي دي كانت مشاركه كويسه جدا هنشوف الحوار لو موجود وجاهز لانه الحياه كان فيه معاني كتيره جدا مهم نقف عليها المهندس عدلي بيقول انت اكتشفت في مانو الجوزية على فكره ملامحه فيها كتير من مارسيل كولر حته الشغف حته انتمائه للاهلي الثقافه استاذ ابراهيم اللي كان حريص يعرفها بص مانو الجوزية في حوار خاص ومطول استمر ثلاث ساعات بين السماء والارض آه خلاص دقت ساعة التحدي وكان بيتكلم بكل التفاصيل حتى عن علاقته أنا أذكر ساعتها أنا ليه بقول لكم ده شخصية مختلفة جدا لو تذكر آه أنا هفكرك في حاجات مش هتقول نمت وصحيت والحوار مستمر أيوة لأنه الحياة الراجل قال إيه بقول له قال لي أنا لما جاني العرض بتاع النادي الأهلي في 2001 نزلت المكتبة. أيوه. ده اللي عايزك تحكيه بقى. قال لك نزلت المكتبة اشتريت كتب الأدب العربي المترجم. اشتريت نجيب محفوظ واشتريت روايات لبنانية وأدباء عرب كتير عشان أحاول أتعرف على طبيعة الشخصية العربية والناس دي في المنطقة دي بتفكر ازاي. قال إن أنا أنا كبرتغالي أشعر إن أنا عربي. من كتر الرحالة البرتغاليين والتجار والتداخل والتمازج الثقافي اللي حاصل عامل نوع من الانصهار في العقلية البرتغالية أقرب كتير للطبيعة العربية كان في كتاب يا جماعة ملخص لأهم عشر كتب وده كان بداية حواري معاه أهم عشر كتب أثرت في الإنسانية قال لي على فكرة بينهم القرآن الكريم بين هذا في الكتاب ضمن الكتب اللي فيها تلخيص لاهم عشر كتب اثرت في ال... في الانسانيه والبشريه قال لي فيه ملخص للقران انما وهو بيتكلم عن يعني على مصر قال لك مصر بلد الامان الحقيقي وانا بعمل دعايه كبيره لها في اوروبا الراجل ده كان بيحب البلد فعلا بيحب مصر وبيحترمها جدا ومرتبط بيها عاطفيا وكان كل حواراته اللي بره يتكلم لانه وقتها في مشاكل كتيره لا تعالوا شوفوا مصر عامله ازاي انما تشخيصه للعب المصري كلام مهم للعيبة لغايه دلوقتي بقول له انت يعني برؤيتك المختلفه دي للاعب المصري شايفه ازاي قال لي على فكره اللاعب المصري او انتم مشكلتكم ثلاث اربع حاجات اولا ثقتكم في نفسكم مش كبيره انتوا باستمرار عندكم شعور بالنقص تجاه الاوروبي وما بتصدقوش ان انتوا ممكن تتفوقوا على الاوروبي ويوم ما انتوا هتصدقوا ان انتوا تقدروا تتفوقوا على الاوروبيين هتتفوقوا بس تصدقوا افتح قوس وشوف محمد صلاح صدق اللي مانويل جوزيه كان بيقوله شوف محمد صلاح لما صدق وصل لفين نقطة تانية كان بيقول لك أنتوا مشكلتكم طموحكم محدود قوي سقفكم واطي يعني بترضوا بقليلكم ودي واضح أن هي جزء في التكوين لأنه ليها علاقة حتى بالعمل المصري بالصنايع المصري اللي بيشتغل يومين ثلاثة يبقى في جيبه 200 جنيه خلاص قضيت ممكن يقعد أسبوع ما يشتغلش ما عندوش رغبة في الطموح المتجدد أنت النهاردة بالنسبة للعيبة اللاعب اللي بيقدم مباراه او بيعمل موسم ما تلاقيهوش كتير بيستمر. فكره الاستمرار مش موجوده. ده هو كان حاطط ايده عليها. كان حاطط ايده على جزئيه انه اللاعب المصري او الانسان المصري لا يبدع وهو فرحان. ايوه ايوه فعلا اه لازم تحت ضغط الغضب لازم احطك تحت ضغط. عشان كده اللعيبه كانت بتشتكي انه مانويل جوزيه بعد اي انجاز كبير وبعد اي بطوله كبيره او بعد اي مباراه كويسه في اول تمرينه يصطاد واحد يصطاد واحد وواحد ممكن يكون التقيل فيهم ابو تريكا وائل جمعه بركات اي حد اسلام عماد ممكن يتلكك له في اي حاجه وفجاه يروح خطفه خطفه عنيفه ويزعق له وممكن يطرده من التمرين ويلغي من التمرين عارف. ويلغي التمرين آه. ويقول لهم اللي حصل امبارح دي المباراه دي خلاص في التاريخ دي راحة المتحف انت النهاردة مالكش ولا لازمة انت ما عندكش فكرة وا, وا, وا. يفضل ينفجر في اللعيبة فيفسيهم خالص ويشيل من جواهم جرعة الانتشاء الكبيرة اللي لسه عايشينها هو ده دي رؤية حد مثقف قال لك انتوا ما ينفعش تنجحوا وانتوا فرحانين انتوا بتعيشوا فيها كتير قوي في صورة عشان انت قارنت بينه وبين مارتن كولر عن الثقافة وازاي يعني فحت قوي وتعمق قوي في الحياه المصريه والشخصيه المصريه في صوره مارتن كولر كان بياكل في مطعم في الفندق اه الفندق اللي وقعد وقع وقع جنب الست اللي الست بتخبز, بتخبز. اقرا التعليقات اللي هو ترجمها وكتبها من هذه اللقطه لو عندنا آه. اللقطه دي يا رب لازم نجيبها عشان تفهم ان الاتنين بيحاولوا يفهموا أو يقربوا فهموا الشخصية المصرية. دي مهمة جدا جدا لأنه الكلام اللي قاله الراجل مارسيل كولر وأنا قلت لكم في البداية إنه في من مانويل جوزيه في تكوينه وفي ثقافته وفي الشغف بتاعه وفي حبه للنادي الأهلي. بصوا أهو قاعد جنب الست اقرأ بقى اللي بتخبز وهقول لكم قال إيه بالظبط لأنه الحقيقة يعني كلامه عنها وعن المصريين وعن الأهلي واحد دارس قال لك بص بقى قال لك منذ آلاف السنين اعتبر المصريون القدماء دي ترجمة الكلام اللي هو كتبه بالانجلش وبالفرنسي. قال لك منذ آلاف السنين او بالالماني، منذ آلاف السنين اعتبر المصريون القدماء الخبز مصدرا للحياة. حتى في اللهجة المصرية تستخدم كلمة عيش بمعنى خبز. العيش مقومات الحياة. للإشارة إلى الحياة. العيش. مثل خبز عيش. العيش. مثل خبز العيش يتطلب الامر الكثير من الجهد والصبر والشغف لتحقيق اهدافك عشان تعرف تعيش المصريون يقولون اكلت معاك عيش وملح اي نبقى دائما على العهد كاخوه واخوات الى الابد ما دمنا اكلنا مع بعض عيش وملح ده واحد غص في عمق المجتمع وواحد كون رؤيه على المصريين هو بيكلمكم على المصريين القدماء ازاي قدسوا رغيف العيش وازاي احترموا الخبز وازاي اعتبروه هو الضامن للحياه وازاي النهارده لغايه النهارده في اللهجه الشعبيه المصريه الناس بتحلف بالعيش والملح روح كل عيش اكلت معاك عيش وملح اه الناس يعني كان زمان لما حد يلاقي لقمه عيش وقع في الارض يبوسها ويحطها على جنب هو يرى فيها قيمه مقدسه دي ده ارث من ثقافه الحضاره المصريه القديمه اللي مرسوا الكوره في الربط بينه وبين مانويل جوزيه غاصة في اعماق الشخصيه المصريه عشان كده بقول لكم الشغف بالاهلي وحبه للاهلي وتقديره للاهلي وادراكه لقيمه المجتمع المصري مش جاي من فراغ ابدا. طيب. هذا النوع من المدربين استاذ ابراهيم تجده مختلف. م. تجد فلسفته م. في التعامل مختلفه. تجد انه صادق جدا مع نفسه. م. بس الفرق بين الاثنين اللي هما فيهم سمات متشابهه كتير ان كولر اسم على مسمى له نصيب من اسمه كول فيري كول اه اه ان مانويل شخصيه ناريه ايوه بس عنده كنترول يعرف ايه بيستخدم غضبه امتى ها للسيطره على الامور وبعد كده انسانيته المفرطه لتقريب اللاعبين فاتخأت منه وتحبه الراجل ده تحبه ما تخافش منه ودي اصعب. مم. طيب اذا كانت الـ البطوله اللي فاتت كانت البطوله في 2008 وشهدت هذا النجاح. البطوله الرابعه كانت في 2012 وكانت في اليابان في الفتره من 6 ل 16 ديسمبر 20 2012. ده بتاعة البدري. ده الكابتن حسام البدري المدير الفني الاهلي في الدور الاول لعب مع هيروشيما الياباني. وفاز الاهلي 2-1 السيد حمدي وابو تريكا في الدور قبل النهائي الاهلي وكورنثيانز البرازيلي خسر الاهلي 1-0 في مباراه المركز الثالث مع مونتيري المكسيكي ده بطل فاز ده بطل الفريق المكسيكي 2-0 كورنثيانسي ده ده بطل ال بطل الامريكيتيه اه, آه قائمه الاهلي في البطوله وانا مهتم بالقائمه ديت علشان هو ده سجل الشرف لهذا للعيبه ديت الحقيقه قائمه الاهلي في البطوله كان فيها شريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم ومحمود ابو السعود وفي وائل جمعه ومحمد نجيب وسعد سمير وشريف عبد الفضيل ورامي ربيع واحمد فتحي وسيد معوض واحمد شديد اناوي وحسام غالي وحسام عاشور وشهاب الدين احمد ومحمود حسن تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد بركات ومحمد ابو تريكه ووليد سليمان وعماد متعب والسيد حمدي ومحمد ناجي جدو ودومينيك دي سيلفا. شارك في البطوله السبع انديه كورونسيانز البرازيلي وتشيلسي الانجليزي والاهلي وهيروشيما الياباني واوكلاند سيتي النيوزيلندي ومونتيري المكسيكي واولسن هونداي الكوري. كان التر الترتيب كورونسيانز البطل وتشيلسي الوصيف ومونتيري الثالث. دي جانب ولقطات واهداف هذه المشاركه. الرابعة الحقيقة كانت أبو زيك له شعبية اه كبيرة جدا جدا بص البطولة يا جماعة كانت بتتلعب في شهر ديسمبر على طول واليابان في ديسمبر دايما تحت الصفر في الغالب عشان كده تلاقي اللعيبة كلها بالجوانتيات واحنا كانوا بي بيسلمونا واحنا داخلين كل مباراة الصحفيين بيسلموك كم بطانية وكم جوانتي بالفحم خوفا من تيبس الاطراف وال... الكراسي والكراسي مدفعة. كلها فيها تدفئه عشان تشوفوا فكره المعسكرات او التمرين المغلق البطوله اللي فاتت اذكر انه كان يمكن اه 2006 كان يا استاذ باشمهندس معانا من الزملاء الصحفيين الاستاذ سامع فتاح ربنا يشفيه ويعافيه والاستاذ عثمان سالم من الاخبار واعتقد اسامه الشيخ من سوبر الاماراتيه. الاهلي مانويل جوزيه طالب تمرين مغلق. عايز كلوز تريننج ما حدش يحضر. فاحنا طلعنا الاي دي وبقينا جوه الاستاد. كنا داخلين قبلها ببدري شويه من المركز الصحفي على المدرج البوليس شافنا كانه مسك حراميه ايوه جايين هيجين اجري او 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 او, او ايه جو اوت ده مره نزل موهيب من على الشجره ده مش بس كده ده احنا ايه ايه قال لك لا الكوتش طالب تمرين مغلق يا عم ده فلان وده فلان نو هو مش عايز يسمع خرجنا واحنا متضايقين بس على البوابه بره الزعل بتاعنا ضاع ليه كان عثمان سالم وسامي عفتاح عمالين يبرطموا بس لما خرجنا على البوابه بره لقينا مين اللي واقف على البوابه ممنوع الدخول. السفير المصري هشام بدر كابتن حسن حمدي كابتن محمود الخطيب كابتن طارق سليم المهندس خالد مرتجي والدكتوره رانيا علواني دول اعضاء البعثه واعضاء مجلس الاداره والسفير المصري البوليس مش هيدخلهم الملعب. ليه؟ قال لك لان الكوتش عايز كلوز تريننج فمش مسموح لحد دي من البعثه ده رئيس البعثة ده رئيس النادي يعني الكابتن خطيب رئيس البعثة وكابتن حسن رئيس النادي والسفير المصري ده سفير مصر لا ما بيتفهموش النظام نظام نظام إيه؟ أنا أحكي لك قصة أستاذ إبراهيم رايحين نقابل الكابتن حسن حمدي في المطار آه. كانوا مخصصين لعربية آه. عشان أروح المطار أجيب حسن الكابتن حسن حمدي م. وطلع السيد السفير المطار نزل الكابتن حسن حمدي معاه اشرف فرج ربنا يديله الصحة ايوه صاحبه رجل جسد. الاعمال الاهلاوي آه. آه. ونزل فالسفير قال لي عدلي سيب لي الكابتن حسن حمدي يركب معايا وانت هروح يا اشرف مع الباشمهندس عدلي مع الباشمهندس عدلي فانا بقول للناس معلش ح... كابتن انا ما على حد لس بقول لهم مستر حسن حمدي اللي هو ح... يعني هيروح مع السفير وهيجي معايا اشرف الراجل قال لي نو no. المرافق قلت له يعني ايه نو؟ قال لي انتوا قلتوا مستر حسن حمدي معاكم ده مش اسمه مستر قلت لهم انت حضرتك سايب لي العربيه انا تحت تصرفي قالك كبعثه وانا بقول لك طب وبعدين هنعمل ايه في الـ في المصيبه دي؟ والراجل هتسيبه في المطار رحت عامل ازاي؟ اه رحت قلت له يو انسيس. رحت ماسك اشرف فرج من دراعه كم مستر حسن, حسن. كم مستر حسن؟ نو <applause> انت اسمك حسن لغايه دلوقتي التاني بص قلت له ايه انت ضاغط كم حسن نو واي يو هاف تو كم وذ مي ادي الكابتن حسن اشرف على حسن هو ذا امباسادور وراح راكب معايا بس كانت طلع ليها سبب تصور قالوا لي انت لما بتدي اسماء بيحصل تامين في, في ساعه أوه. يعني العربية خصصت هتجيب فلان وفلان يأمنوا على فلان وفلان. أوه. لو حدثت حادثة لا الله وفي واحد غير فلان تأمين مادي مش تأمين أمن تقصد لا حياة وفلوس وتعويضات وكله الشركة وإعلان. اللي نقلة الشركة, الشركة الشركة اللي هتنقل الشخص وعلاج عملت عليه تأمين وعلاج فقال فبعد ما رحت قلت لهم يعني إيه تدوني عربية تحددوا لي مين اللي يركبها قالوا لي لأن انتوا بلغتوا مصر حسن فبقى عملنا تأمين على مصر حسن لو حصل لا قدر الله شيء ولقوا حد تاني مسؤوليه كبيره جدا. <applause> هو ده هي دي اليابان او ده كوكب اليابان. المشاركه الخامسه كانت في 2013 في المغرب. كان الكابتن محمد يوسف وانت تذكرها دي كويسه كانت في اغادير. اسوأ نسخه لينا. اه كانت من 11 ل 21 ديسمبر. الدور الاول الاهلي مع جوانزو الصيني، الاهلي خسر 2-0. في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس الأهلي مع مونتيري المكسيكي الأهلي خسر خسارة تقيلة خمسة كان بيمرن جوانزو زومين بقى آه. عشان تعرف الصين كانت مهتمة بمين آه. أنشيلوتي اللي كان أنشلوتي. مدرب ريال مدريد صحيح قائمة الأهلي في البطولة كان فيها شريف إكرامي ومحمود أبو السعود وأحمد عادل عبد المنعم وصبر رحيل ورامي ربيعة وشريف عبد الفضيل ووائل جمعة وأحمد نبيل مانجا وشهاب الدين أحمد وعماد متعب واحمد شكري ووليد سليمان واحمد شديد اناوي وعمر جمال وعبد الله السعيد وابو تريكه وسعد سمير ومحمد نجيب واحمد فتحي وحسام عاشور ودومينيك دي سيلفا ومحمود حسن تريزيجيه البطوله دي شارك فيها سبع انديه بايرن ميونخ الالماني واتلتيكو مينيرو البرازيلي والرجاء المغربي بمناسبه ان هو حامل او ممثل صاحب الارض وجوانزو الصيني والاهلي ومونتيري المكسيكي واوكلاند سيتي النيوزلندي الترتيب النهائي كان آه بايرن ميونخ البطل الرجاء الوصيف لعب فاينل للرجاء دخلوا البطوله برخصه المنظم ايوه كان بطل الدوري المغربي عمل آه عرض قوي جدا ووصل للفاينل بطريقه مرعبه لعب مع البايرن المباراه النهائيه والبايرن كسب وخدوا البطوله واتلتيكو مينيرو الثالث دي كانت المشاركه الخامسه للاهلي في البطولة وزي ما انتم شايفين الاهلي يكتب سطورا جديده في التاريخ والمهندس عدلي يكتب هوامش وتفاصيل آه عن الاهلي والمشاركه على فكره البطوله دي كان صديقنا العزيز النجم المغربي الكبير أه. عزيز بودرباله يعني صار صديقا حميما في الرحله ديت واستضفناه هنا على شاشه قناه الاهلي من 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 في أكثر الفنان من اغادير واكتشفنا فنان بيعزف على العود وبيغني اكتشفنا حد مطرب ومغني وعازف رائع جدا جدا كان صديق شخصي جدا للكابتن الخطيب وحريص انه يجي له كل يوم هو يا جماعه عشان اللي ما يعرفش مين عزيز بدرباله ده اعظم صانع العاب في تاريخ المغرب الاهلي نموذج مشرف لمصر وفخر لكل العرب ده اشاده السفاره و رئيسًا لأول مرة لأول مرة البطوله دي كان يطلع فيها المهندس خالد مرتجي رئيسًا للبعثه كعضو مجلس اداره الحياة في كل البطولات اللي فاتت كان مسؤول الاتصال الخارجي مع الفيفا كان المهندس خالد مرتجي ومن خلال هذه الصفه اكتسب خبرات كبيره جدا خالد مرتجي لدرجه انه هو اعتبر وزير خارجيه الاهلي لانه قد ايه كان عنده حضور قوي في التواصل والتفاعل مع مؤسسه الفيفا ومع الدوله المنظمه للبطوله باستمرار سواء في اليابان او هنا كمان في المغرب كان بقى السفير المصري نجل الدكتور عبد الاحد جمال الدين وزير الشباب والرياضه الراحل الله يرحمه نجله السفير ايهاب جمال الدين كان سفير مصر في الرباط والراجل قد ايه كان ده ابو تريكة مع عزيز بودرباله بقى اعتزل بعديها اه دي آه. البطوله الاخيره لابو تريكة رجع اعتزل منها الفيفا بيقدم بطل افريقيا للعالم كاسطوره للقاره السمراء كان الكل بيتكلم على قد ايه الاهلي عنده هذا التقدير الكبير البطوله دي كسبنا افريقيا من غير دوري كان الدوري موقوف ايوه بالظبط كان معجزه المشاركه السادسه بقى الدوحة صحيت على هتاف جماهير الأهلي دي كانت في 2020 في قطر كانت من 1 ل 11 فبراير في عز الجائحة كورونا والأزمة والفقاعة اللي كنا فيها الأهلي كان بيقوده بيتسو موسيماني احتل الأهلي المركز الثالث كانت نتائجه في البطولة الأهلي مع الدحيل القطري فاز الأهلي 1-0 بهدف حسين الشحات قبل النهائي الاهلي مع بايرن ميونخ الاهلي خسر 2-0 لكن الحقيقه عمل آآ آآ حضور رائع جدا في هذه المباراه. المركز الثالث الاهلي وبالميراس البرازيلي 0-0 وفاز الاهلي 3-2 بركلات الترجيح. البطوله دي او المباراه دي ضحكت على واحد صاحبنا ما بيحبش يروح الماتشات ابدا. قلت له بقى يعني المباراه هتتلعب على استاد كاس العالم اللي هيشهد واحد من استادات كاس العالم اللي هتستضيف فيه قطر كاس العالم للمنتخبات انت هتيجي لغايه الدوحه هنا وقاعد في الاوضه زي المعزول طب قلت له لا لا سهلة سهلة تعالى وفضلنا وراه لغايه لما ركبناه العربيه لقى نفسه في الاستاد عليه ووقع في غرام الجماهير وقعدت الجماهير المصريه الرائعه الحياه وقتها الجاليه المصريه وربطه مشجعي الاهلي في الدوحه تهتف للمهندس عدلي وتطمن عليه والراجل يعني تعاطى كل حبوب الشجاعه اللي في الدنيا اللي ما بيقدرش يتفرج على مباراه الاهلي والمنيا اتفرج على مباراه الاهلي بكاس العالم بضربات الجزاء كمان آه. انا سبتك في ضربات الجزاء ودخلت ايوه ايوه قعدت في الصالون خلصت عمال اقرا خلاص بقى ما انا رحت هعمل ايه طيب <applause> وانت لقيتك في وش ركلات ترجعني مش مصدق بس يوم جميل جدا 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 وتكسب بالمراس البطوله اللي بعديها جاب البرازيل في عزل عزل في 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 ابو <applause> قائمه الاهلي في البطوله دي كان فيها الشناوي واحمد رمضان بيكهام وياسر ابراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وايمن اشرف وبدر بنون وحسين الشحات وقالو ديانج وعلي لطفي وعمرو السوليه وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشا وسعد سمير وعلي معلول واكرم توفيق والكونغولي وولتر بواليا وطاهر محمد طاهر والنيجيري جونيور أجايو ومحمد هاني ومصطفى شوبير شارك في البطوله السبع انديه هي بايرن ميونخ الالماني والتيجرس أونالي المكسيكي والاهلي والدحيل القطري وبالميراس البرازيلي واولسن هيونداي الكوري واوكلاند سيتي النيوزلندي البطوله دي طلع كهربا ولا اللي بعديها؟ لا هي دي هي دي اه في الفقاعة طلعوا يسلموا على ابو تريكه في المدرج فاتعاقبوا مش مننا اللجنة المنظمة قالت خرجوا بره الفقاعة ايوه لعبنا من غير ما الفاينل بالظبط وكان معانا الصديق العزيز جمال جبر مدير المركز الاعلامي كان الميديا اوفيسر ال ال في البطولة دي والبطولة اللي قبلها كمان كان الترتيب النهائي للاهلي او لل للبطولة بايرن ميونخ البطل والتيجرس الوصيف والاهلي الثالث المشاركه السابعه والاخيره زي ما الاهلي عمل حضور رائع جدا واسعد الجماهير المصريه والاهلوية في الدوحه كانت الدور على الامارات استضافت الامارات كاس العالم 2021 كانت البطوله في الفتره من 3 ل 12 فبراير مدرب الاهلي ايضا كان بيتسو موسيماني الاهلي احتل المركز الثالث كانت البرونزيه الثالثه للاهلي في تاريخه المونديالي نتائج الاهلي كان في الدور الاول لعب مندير مدير المكسيكي أغرب الاهلي فاز 1-0 بهدف محمد هاني دي غاليه جدا طبعاً. آه. من غير فرقه تقريبا بنص فرقه صحيح فقبل النهائي الاهلي لعب بالميراس البرازيلي الاهلي خسر 2-0 مباراه تحديد المركز الثالث التقى الاهلي مع الهلال السعودي وابدع الاهلي وابدع مع, مع الزعيم في واحده من افضل المباريات شفتها وجنبي المهندس عدلي على يميني والزميل والكاتب الكبير حامد عز الدين عن يساري المباراة دي جنان سبع حسن يجي يقول لي ايه وصبع. بس لو نغطي الجول يا سبع حسن بس علينا بس أنا. ايوه احنا نغطي جون. كان أنا. كان بيلعب في المدرج ما بيلعب هو ما. ما. <applause> انا مش طايق خايف وهو يا يا سلام كان زمان غطينا جول قول يا سلام كانت مباراة أوي. للتاريخ ايه ده للتاريخ يعني فعلا مش طبيعية الاجادة الهايلة اللي فيها ياسر ابراهيم هدفين واحمد عبد القادر والسولية كل واحد جاب جون، قايمة الأهلي في هذه المشاركة الرائعة جدا في الإمارات كان علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد عارف إن مغربي لعب قدام بالميراس قدام الهلال مونتيري 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 آه. على فكرة دي كانت بطولة التحدي بس هكمل لكم اللعيبة أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وقفشه وزياد طارق ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف، البطولة دي كان فيها سبع أندية تشيلسي الإنجليزي وبالميراس والأهلي والهلال ومونتيري والجزيرة الإماراتي وبيري هايتي. الترتيب النهائي تشيلسي خد البطولة وبالميراس كان الوصيف والأهلي كان الثالث. أه الحياة البطولة دي يا جماعة كانت بطولة كل بطولة ليها عنوان. دي كانت بطولة التضحية من أجل الوطن ليه؟ تصادف وتعارض معاد البطولة مع كاس الأمم الأفريقية في الكاميرون واتقال كلام كتير وفاكرين انتوا جملة أحمد مجاهد الشهيرة ليس كل ما يعرف يقال ولما سألته بعد سنين طويلة أو بعد فترة طويلة ليه اللي, اللي كان منتظر وما تقالش كان الواضح جدا أنه في اتفاق حصل مع إنفنتينو إنه هيتم ترحيل كأس الأمم الأفريقية أسبوع علشان يفك الارتباط بينها وبين كأس العالم للأندية. ما عرفوش يغيروا معاد كأس العالم للأندية لأن تشيلسي صمم إنه عشان يجي يلعب الدور الإنجليزي مش هيأجله إلا الفترة دي فقط. فالاتحاد الأوروبي فرض كلمته والاتحاد الإنجليزي فرض كلمته فكان الدور على أفريقيا. كان انفانتينو خد تعهد او آه عهد ووعد من الافارقه انه هيتم التصويت على تاجيل كاس الامم اسبوع او اسبوعين فيفك التضارب ده. وقتها احمد مجاهد قال ليس كل ما يعرف يقال. قال لك احنا كباني. اللي حصل انه ايتو قاد تحالف اخر ضد هاني ابو وضد آه آه فوزي لقجع وقدر يفرض كلمه الكاميرون وكلمه افريقيا انه افريقيا لن ترضخ لاوروبا وانه كاس الامم في معادها كان الضحيه مين؟ النادي الاهلي. النادي الاهلي كان عنده حق يطلب من الفيفا ومن الكاف انه يروح كاس العالم للانديه بكامل لعيبته. لكن الحقيقه وقتها اتصالات حصلت مع الكابتن الخطيب بكل روح مسؤوله. قال للمنتخب خد اللعيبه اللي تاخدها واحنا نتصرف ضحى الاهلي بالتشكيل الاساسي بتاعه يكون موجود مع المنتخب في الكاميرون ويسافر الاهلي البطوله زي ما انتم شفتوا منقوص عدد كبير من لعيبته شناوي وغيره من العناصر الاساسيه ضحى الاهلي لكن الحياه كان الانصاف رائع جدا في البطوله برغم هذه الغيابات الكثيره والكبيره قدم الاهلي نسخه ولا اروع في البطوله عشان كده وعمل مباراة مع الهلال يذكرها الجميع واكتسب احترام انفنتينو وإشادة متسبي وكل الأسر والله الأفريقية والله يا إبراهيم انفنتينو مم. دلدل نفسه من الدور الفؤاني عشان يحيينا عشان يحيينا وقال يعني هو أنا إيه الآن ده أنا دائما أجدعه على منصة التتويج مم. لأنه كان متوقع أن هيحصل النيار مم. و وانا يعني الاعداد بتاعنا كان ايه؟ بطولة الرابطة الاعداد بتاعنا قبل كأس العالم كانت بطولة الرابطة ودي اللي طلع منها المغربي وزياد اللي أيوة. طلعوا سافروا مع مع المنتخب مع أيوة. النادي الحقيقة النادي الاهلي يدهشك لما ظروف تحاصره يستدعي كوامنه في حاجة اها تبص تلاقي إيه طلعت إيه حاجه من جوه انت كسبت ماتش الهلال ما حدش كل الناس بقى مستنيه الهلال بالسكواد المرعب بتاعه ده هيعمل في الاهلي ايه؟ ف... طيب بجداره لدرجه لو انت جبت التعليقات وقتها قال لك ما احنا عايزين الماتش يخلص عند هذا الحد ايوه آه؟ الحقيقه يا جماعه الشاهد من كل ده ايه؟ للجماهير وللعيبه لك ان تفخر بجد ان انت اهلاوي تنتمي الى نادي عنده هذا التاريخ وهذا الحضور وهذا الـ 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 الاداء المشرف في بطوله العالم. والسمعه شوفوا السمعه اللي الاهلي سابها في كل الدول دول. انا دخلت انا والمهندس عدلي احد المتاجر في اليابان تقريبا يمكن 2008 او او 2006 لقينا التيشيرت بتاع النادي الاهلي والكوفيه بيتباعوا. انت فانيلتك والكوفيه بتاعتك بتتباع في اليابان لأن بقى في ناس بتحترم هذا النادي وفي ناس عارفه هذا الفريق وارتبطت بأسامي اللعيبه وبدأت تبحث عنهم قطر بقول لكم الجاليه رابطه مشجعي الاهلي في قطر عملت تقريبا اصطفاف من المطار للفندق وهي بتهتف مصر 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 تعيش يا مصر بتهتف لمصر كان وقتها العلاقات مع قطر لسه ما رجعتش بس انتم متخيلين هتاف وعلم مصر واعلام الاهل الحمراء كلها في شوارع الدوحه وكل المصريين وكل الاهلاويه بيهتفوا لمصر هو ده النادي الاهلي وزي ما بدا لكم المهندس عدلي يا حبيبتي يا مصر